شكرا للكابتن أسامة حسني الإعلامي القدير، وشكرا لملوك التحليل كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ولقاء الجولة 16 من دوري الجمهورية مواليد 2005. الأهلي يلتقي البنك الأهلي بملعب الأهلي بمدينة نصر. يدخل الأهلي هذا اللقاء وهو في الصدارة برصيد 35 نقطة من 15 مباراة. حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وبلا هزيمة حتى الآن، وله 29 هدف كأقوى هجوم في هذا الدوري، وعليه 13 هدف، وزي ما قلنا 35 نقطة في المركز الأول وفي الصدارة. نتمنى إن احنا نشوف لقاء جميل من هؤلاء اللاعبين اللي دايما بيمتعونا ونجومنا اللي واضحين أمام حضراتكم على الصورة، مع طاقم التحكيم محمد فرج كحكم ساحة، محمد فؤاد كمساعد أول، وكرم جمال كمساعد تاني لمباراة اليوم. بيراجعوا طبعا السكور اللي هنستعرضه مع حضراتكم. الأهلي كابتن علاء عبده المدير الفني اختار تشكيل مكون من حازم جمال لحراسة المرمى، عبد الله بستانجي ومحمود لبيب اتنين مساكين، يوسف جمال ناحية اليمين، طارق فوزي ناحية الشمال، والثلاثي في وسط الملعب أحمد وحيد وفارس ويوسف عبد الحفيظ. بيلعب أمامهم النهاردة حاملي الآمال الهجومية محمد عبد الله وعمر خالد بيبو ومحمد زعلوك. على الجانب الآخر كابتن تامر سيد المدير الفني للبنك الأهلي اختار تشكيل مكون من بلال أحمد لحراسة المرمى، أحمد سيد وأحمد زغلول اتنين مساكين، محمود أحمد شعبان ناحية اليمين، آدم عمرو ناحية الشمال، ومحمد محمود وعبد الوهاب عبد العظيم وزياد حمدي في الوسط. بيلعب أمامهم حمزة رؤوف وسيف تامر وأحمد حازم. أدي أمامنا لاعبي الفريقين بيصطفوا كده يعني البروتوكول بقى ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء، والاتنين الكباتن بيسلموا على بعض زي ما حضراتكم شايفين معانا ومتابعين معانا المباراة. يوسف جمال بالرقم 24 من النادي الأهلي، ومحمود أحمد بنفس الرقم 24 من نادي البنك الأهلي. حكم المباراة طبعا كابتن محمد فرج، والسلام لأن الروح الرياضية هي السمة المميزة للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. طبعا يمكن النادي الأهلي عمل نتائج متميزة جدا في هذا الموسم مشاهدينا الأعزاء، مع المدير الفني علاء عبده اللي كان يعني متواجد مع فريق 2008 بالنادي الأهلي، وبعد رحيل الكابتن سامر عبد الرحمن تولى القيادة الفنية للأهلي مواليد 2005، وعامل نتائج متميزة جدا طبعا مشاهدينا. وزي ما قلنا بيتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة. أمال كبيرة جدا يعقدها جمهور النادي الأهلي على هؤلاء النجوم وهؤلاء اللاعبين اللي بندعو ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نشوف منهم نجوم كبار في عالم كرة القدم المصرية. آدي الصور التذكارية لما قبل بداية أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان. طبعا النادي الأهلي عمل نتائج متميزة زي ما قلنا لحضراتكم، وأمامنا لاعبي البنك الأهلي وقراءة الفاتحة، وأيضا لاعبي ونجوم النادي الأهلي اللي أمام حضراتكم وقراءة الفاتحة ما قبل بداية أحداث هذا اللقاء. وطبعا شفنا طاقم التحكيم بيتوجه نحو وسط الملعب، منطقة الوسط كده، للاستعداد لبداية أحداث هذا اللقاء. مباريات متميزة جدا الحقيقة بنشوفها عبر شاشة قناة النادي الأهلي، وتغطية متميزة الحقيقة لمباريات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي يعني متألق ومتفوق جدا زي ما تابعنا من خلال الاستوديو التحليلي. والفوز لهذا القطاع في جميع المراحل السنية بالعلامة الكاملة على نادي الزمالك 6 مباريات من 6 مباريات، أكيد هنستعرضهم مع حضراتكم بإذن الله من خلال مباراة اليوم. إذن هي لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم الإثارة والندية والمتعة الكروية اللي نتمنى وندعو ربنا سبحانه وتعالى إنها تكون موجودة النهاردة في أرض الملعب من لاعبي الفريقين، وخاصة نجومنا ولاعبي النادي الأهلي. هي لحظات ونبدأ المباراة، والنادي الأهلي اللي أمام حضراتكم بنجومه طبعا اللي بيستعدوا للبداية. وادي حكم المباراة كابتن محمد فرج اللي بنتمنى له التوفيق أيضا في مباراة اليوم، لأن التحكيم أحد أهم العناصر في كرة القدم مشاهدينا الأعزاء. طبعا حكم المباراة زيه
زي المدير الفني وزيه زي اللاعب وزيه زي اي حد بينتمي لهذه المنظومه بيتمنى انه يكون موفق النهارده والناس كلها تشاور عليه وتقول النجم اهو. نتمنى توفيق النهارده للجميع مشاهدينا الاعزاء، ونتمنى ان انتم تستمتعوا بكره قدم جميله في مباراه اليوم. اذا هي لحظات ونبدا المباراه، والكل يعني والانظار كلها متوجهه نحو محمد فرج حكم المباراه اللي امام حضراتكم، اللي يعني بيظبط الساعه كده ويستعد. وبالفعل وبسم الله وعلى بركه الله بدانا احداث هذا اللقاء. وادي الكره مع النادي الاهلي والانطلاقه الاماميه في اتجاه اللاعب محمد عبد الله توصل في وسط الملعب لاحمد وحيد اللي بيلعبها في الخلف مره تانية لعبد الله بوستانجي في هذه اللقطه، اللي بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمود لبيب. محمود لبيب اللي لعب مباراه وحيده في دوري هذا الموسم زي ما قال بقى دكتورنا احمد ثابت في الاستوديو التحليلي، وهو لاعب طبعا نتمنى له كل التوفيق مع زملائه النهارده. هذه كره تتلعب مره تانية من عبد الله بوستانجي الى محمود لبيب. طبعا بيمتاز فريق الاهلي 2005 بانهم بيبداوا الكره من تحت كده وبيبداوا الهجمه من تحت، وده شفناه في اكتر من مباراه لهذا الفريق الحقيقه، واسلوب اللعب بقى للكابتن علاء عبده. ترجع الكره ناحيه اليمين يوسف جمال بيلعب الكره في الخلف مره تانية، ونقلات كده من لاعبي الاهلي بيكتسبوا بيها الثقه في مباراه اليوم، وبيحاولوا انهم يفتحوا ثغره في دفاعات فريق البنك الاهلي في احداث هذا اللقاء. تتلعب الكره مره تانية، ادي الهجمه للنادي الاهلي ونقلات كده في المنطقه الخلفيه للنادي الاهلي في انتظار بقى انهم يلعبوا لقدام، يعني يبداوا بقى انهم يعني ياخدوا الكره كده ويطلعوا بيها للامام علشان يشكلوا هجمه يقدروا يسجلوا بيها. طبعا وكلنا عارفين انه في حال انك تسجل بدري في المباراه بتسهل الامور تماما عليك وعلى المدير الفني وعلى الجماهير وعلى الدنيا كلها. ترجع الكره في وسط الملعب يوسف سيد عبد الحفيظ بيعدي وماشي وبيلعبها، انما اتقطعت منه وترجع الكره هناك ناحيه الشمال. وادي الانطلاقه امامنا هنا من اللاعب سيف تامر بيعدي وماشي، ولكن يا ولد يا لعيب يا يوسف يا جمال بياخد فاول في اللقطه الماضيه. عمل التغطيه المتميزه الحقيقه اللاعب اللي بيشغل الجبهه اليمنى للنادي الاهلي. وادي امامنا حكم اللقاء محمد فرج. ركله حره للنادي الاهلي تتلعب على طول من عبد الله بوستانجي الى حارس المرمى حازم جمال. حازم بيلعب الكوره ناحيه الشمال عند محمود لبيب اللي بيتقدم للامام وبيلعبها في الوسط كده الاستلام من اللاعب محمد عبد الله. لف ودوران ترجع الكوره مره تانية من يوسف بيلعبها في الخلف لاحمد وحيد اللي راجع يستلم. وادي الاستلام والانطلاقه بقى للاعبي النادي الاهلي. وادي الكره الطوليه الاماميه الملعوبه ناحيه اليمين والمحاوله في اتجاه اللاعب يوسف جمال، ولكن تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي بقى الكابتن يوسف جمال واحد من اللاعبين المتالقين الحقيقه مع النادي الاهلي في دوري هذا الموسم. طبعا الاهلي اللي كان انهى الموسم الماضي لمواليد 2005 دوري الجمهوريه في المركز الثالث، النهارده هو على الصداره الحقيقه وعامل نتائج متميزه جدا طبعا زي ما استعرضناها مع حضراتكم. ترجع الكره مره ثانيه وادي الانطلاقه للنادي الاهلي. تتلعب الكره اماميه من يوسف انما مقطوعه وتوصل الكره للاعب احمد حازم للبنك الاهلي. كره ملعوبه وانطلاقه كده ناحيه الشمال والمحاولة من اللاعب سيف تامر بيحاولوا بيلعب كرة بينية خطيرة جدا لنادي البنك الأهلي، والمحاولة في اللقطة الماضية بقى من اللاعب حمزة رزق، ولكن التدخل في التوقيت المناسب من محمود لبيب وتخرج الكرة. يعني كانت اللاعب بقى محمود لبيب كان مغطي في اللقطة الماضية وطلعت الكرة وبقت ركلة مرمى للنادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية، أدي بداية الهجمة للأهلي وأدي الكرة الطولية انما على طول مقطوعه وترجع الكره مره تانية في الوسط كده والاستلام امامنا من اللاعب احمد وحيد بيلعب الكره في الخلف عند اللاعب محمود لبيب اللي بيفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب طارق فوزي. مره تانية احمد وحيد في وسط الملعب اللي بيلعب الكره لبوستانجي اللي بيتقدم للامام، ونقلات كده من الشمال لليمين وبدايه الهجمه للنادي الاهلي. يوسف سيد عبد الحفيظ بتتلعب الكره مره تانية، ادي الهجمه للنادي الاهلي والكره الاماميه الملعوبه من اللاعب احمد وحيد انما مقطوعه وتوصل مره تانية يرجع ويجيبها لاعبي النادي الاهلي بشكل متميز عن طريق بقى اللاعب محمد عبد الله. تعود الكره في الخلف مره تانية لعبد الله بوستانجي اللي بيفتح الملعب للبيب. محمود لبيب في وسط الملعب وبيرجع لزميله عبد الله بوستانجي. ادي عبد الله بيتقدم للامام وماشي وبيلعب الكره ناحيه اليمين عند يوسف عبد الحفيظ اللي كان طبعا يعني تم تصعيده كده مع الفريق الاول واتمرن معاهم مع الدرجه الاولى مع زميله طبعا بقى محمد زعلوك. لعيبة متميزة جدا واحتكاك مع نجوم النادي الأهلي للفريق الأول، ويعني ياخدوا بقى على الأجواء بتاع الفريق الأول والأمور دي، وده بيزيدهم خبرة طبعا لهؤلاء اللاعبين. ترجع الكرة مرة تانية وادي الانطلاقة. كلنا طبعا تابعنا مارسيل كولر وجهازه الفني كله بيكون متواجد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ
في ملاعب الأهلي بمدينة نصر لمتابعة مباريات الناشئين بمختلف المراحل السنية، علشان يدوا دفعة لهؤلاء اللاعبين ويوصلوا رسالة ليهم ويقولوا لهم إنهم متابعين كل المباريات ومتابعين كل اللعيبة، واللي بيجتهد هيتم تصعيده طبعا إلى الفريق الأول. أدي رمي التماس من ناحية الشمال لصالح النادي الأهلي في مباراة اليوم. طارق فوزي، لازلنا في البداية، مر أول 5 دقائق مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، ولا زال طبعا التعادل السلبي بدون أهداف. ترجع الكرة ناحية اليمين، يوسف جمال بيلعب الكرة الأمامية الحلوة، وادي الاستلام يا ولد العيب يا عبد الله، محمد عبد الله بيعدي وبيلعب كرة حلوة لزعلوك، وادي خطر زعلوك بيحاول على حدود منطقة الجزاء ولكن بقى مقطوعة، ويعني أول وصول للنادي الأهلي بشكل خطير على حدود منطقة جزاء البنك الأهلي، ولكن تعود الكرة إلى حارس المرمى بلال أحمد، حارس مرمى البنك الأهلي في مباراة اليوم. هجمة حلوة الحقيقة، اللاعب محمد عبد الله بيمتاز بالتصويبات الصاروخية، وطبعا محمد زعلوك واحد من النجوم اللي كان طبعا هداف يعني دوري الجمهورية في الموسم الماضي مع وادي دجلة قبل أن ينتقل للنادي الأهلي، وطبعا كان مع الكابتن علاء عبده أيام ما كان بيدرب وادي دجلة قبل بقى يعني أن ينضم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، هو واحد من يعني المدربين الكبار الحقيقة. ترجع الكرة مرة تانية، ادي الهجمة للنادي الأهلي، نتمنى بقى ان الريتم يسرع، وادي محمد عبد الله بيلعب كرة بينية حلوة لزعلوك، انطلاقة من زعلوك بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال، وكرة خطيرة وانطلاقة ومحاولة وتصويبة حلوة، تصويبة حلوة صحت الدنيا كلها من اللاعب طارق فوزي في اللقطة الماضية، ولكن بقى بلال أحمد حارس المرمى للبنك الأهلي يتصدى في اللقطة اللي فاتت. شوف بقى هنا الهجمة السريعة لما اتلعبت بسرعة، الأهلي وصله وتصويبة جميلة من اللاعب طارق فوزي، ولكن حارس المرمى بقى هنا بلال أحمد يتصدى، وركلة ركنية للأهلي من ناحية الشمال هيلعبها طبعا بقى اللاعب يوسف جمال بالقدم اليمنى، ركلة ركنية للنادي الأهلي، والركلات الثابتة وأهمية الركلات الثابتة، ودايما بنتحدث عن الأمور دي. وادي الركلة الركنية تتلعب على طول عرضية خطيرة وتخبط في العارضة، تخبط في العارضة بقى الكرة بتاعت اللاعب يوسف جمال وتمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لبلال أحمد حارس مرمى البنك الأهلي في مباراة اليوم. ادي الأهلي بدأ يعني يشكل خطورة كبيرة جدا بحثا عن تسجيل الهدف الأول في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للبنك الاهلي في مباراه اليوم. بلال احمد على التنفيذ حارس المرمى للبنك الاهلي، بيلعب الكره الاماميه العاليه وعلى طول بيتدخل في توقيت مناسب، امامنا هنا بقى اللاعب فارس، انما على طول مقطوعه وترجع في الخلف، ويعني حراسه كده من عبد الله بستانجي للكره علشان توصل الى حازم جمال حارس المرمى. حازم بيفتح الملعب لمحمود لبيب، لبيب بيلعب الكرة في الوسط الفارس، فارس بيفتح الملعب ناحية الشمال عند طارق فوزي، طارق بيعدي يا ولد العيب يا طارق، وبيلعب الكرة الأمامية طارق عالية ومعدية كده في اتجاه زعلوك، إنما إلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى للبنك الأهلي في مباراة اليوم. ركلة مرمى للبنك الأهلي، كرات طولية كده بنشوفها من لاعبي النادي الأهلي زي ما حضراتكم متابعين معانا من خلال ال8 دقايق اللي اتلعبوا من بداية أحداث هذا اللقاء. وأدي ركلة المرمى للبنك الأهلي، وبلال احمد حارس المرمى بيلعب الكره الاماميه بلال عاليه ومعديه واصله هناك كده ناحيه الشمال، وادي الضغط بقى هنا وحكم اللقاء بيدي الفاول في دفعه كده في ظهر اللاعب احمد وحيد لاعب النادي الاهلي، وركله حره للنادي الاهلي من ناحيه الشمال في مباراه اليوم، ركله حره، وهنشوف بقى السيناريو اللي هتتنفذ به الكره في هذه اللقطه. وادي امامنا النجوم ولاعبي النادي الاهلي محمد عبد الله ويوسف جمال، عبد الله بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه، وادي المحاوله وحارس المرمى طالع بقى بلال احمد في اللقطه اللي فاتت وكان مشترك مع زعلوك، وترجع الكره مره ثانيه خطيره وهوبا وتصويبه مش ممكن، اللقطه اللي فاتت دي لقطه يعني وفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي، عمرو خالد بيبو يعني انا تهيأ لي كده انها فيها تسلل شويه، انما عمرو خالد بيبو وفرصه كبيره جدا ضايعه من النادي الاهلي في اللقطه الماضيه، فرصة كبيرة ضايعة من النادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية، إنما توصل الكرة إلى حارس المرمى حازم جمال، حازم بيلعب الكرة ناحية اليمين، وادي الاستلام من يوسف عبد الحفيظ بيلعبها مرة تانية لعبد الله بستانجي اللي بيفتح الملعب لمحمود لبيب ناحية الشمال، لبيب بيلعب الكرة لطارق فوزي، طارق بيلعب الكرة في الوسط كده واستلام بشكل جيد من أحمد وحيد، وترجع لطارق مرة تانية اللي بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين، وعبد الله بستانجي، عبد الله هيسند على يوسف جمال بالفعل بيلعبها ليوسف، يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه عند زعلوك بيحاول يستلم، زعلوك لعيب متميز بالمناسبه زعلوك ده، ولو الكره تمشي معاه الامور هتبقى افضل،
الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الأهلي من ناحية اليمين، ويوسف جمال بيلعب الكرة العرضية داخل المنطقة عند زعلوك، استلام لف ودوران، العرضية بقى، العرضية من زعلوك، أرضية خطيرة، ولكن على طول بقى تدخل في اللقطة الماضية من اللاعب أحمد زغلول، وتطلع الكرة وتبقى يعني ركلة ركنية. أدي أمامنا بقى كابتن خالد بيبو والناس اللي موجودة في ملعب الأهلي بمدينة نصر، شريف عبد الفضيل وغيره من النجوم، وكرة إلى خارج الملعب ركلة ركنية للنادي الأهلي. أدي أمامنا كابتن علاء عبده المدير الفني، حالة من الترقب كده، والركلة الركنية تتلعب على طول عرضية، ولكن على طول بيطلع دفاع البنك الأهلي مرة تانية علشان تبقى ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية اليمين. الأهلي بدأ يضغط وبدأ يبحث عن تسجيل الهدف الأول. وأدي أمامنا بقى يعني أيضا متواجد الكابتن محسن صالح، ركلة ركنية من ناحية اليمين بتتلعب على طول عرضية داخل منطقة خطيرة، ومحاولة مرة تانية وبيطلع دفاع البنك الأهلي. أدي الكرة العرضية، ترجع الكرة مرة تانية ليوسف جمال، استلام من يوسف وبيلعب الكرة في الخلف، والأهلي بدأ يضغط وكل لاعبي البنك الأهلي في وسط ملعبهم. ترجع الكرة لمحمد عبد الله، بيعدي يا أولاد العيب يا محمد، وبيلعب الكرة العرضية داخل منطقة خطيرة، ولكن طالع بقى بلال أحمد بقبضة اليد في اللقطة اللي فاتت وبيلعبها، ولكن يرجع ويجيبها طارق فوزي. ضغط من النادي الأهلي وحصار كده لفريق البنك الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، فارس استلام ولف ودوران، وماشي فارس، وماشي فارس ولسه الكرة معاه، وبيلعب الكرة ناحية اليمين عند اللاعب عبد الله بوستانجي اللي بدأ يزيد، وبيلعبها ليوسف عبد الحفيظ. يوسف يا ولد العيب بلمسة كده أمامية ملعوبة، الكرة في اتجاه محمد عبد الله اللي بيحاول عليها. هنا ده عمرو خالد، عمرو خالد بيعدي يا ولد العيب، يا عمرو عدى عمرو خالد وماشي من ناحية اليمين عمرو خالد، والعرضية من عمرو خالد إنما كانت محتاجة تبقى أقوى شوية، بيطلع على طول دفاع البنك الأهلي، ترجع في اتجاه يوسف عبد الحفيظ، واحد من اللعيبة اللي عاملين يعني موسم هايل جدا مع النادي الأهلي، مواليد 2005 اللاعب اللي امام حضراتكم يوسف عبد الحفيظ ده. ادي كره داخل المنطقه عند زعلوك، كره خطر جدا. ادي بقى الاعاده للكره بتاعه اللاعب محمد عبد الله وحارس المرمى اللي طالع في اللقطه الماضيه بلال احمد، وبيخرج الكره من منطقه جزائه، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، رمي التماس للاهلي، هيلعبها يوسف جمال، يوسف بيلعب الكره في اتجاه زعلوك، وادي على طول الكره ترجع لزعلوك مره ثانيه، بيلعبها على حدود منطقه الجزاء للنادي الاهلي. كرة في وسط الملعب احمد وحيد، بيعدي وماشي احمد وبيلعب الكرة هناك ناحية شمال عند اللاعب طارق فوزي، طارق فوزي لسه الكرة معاه بيلعبها مرة تانية لوحيد، وحيد بيلعب الكرة في الخلف عند اللاعب لبيب اللي بيلعبها لعبد الله بوستانجي، ترجع للبيب مرة تانية وتتلعب الكرة. يعني شايفين الاثنين قلبي الدفاع للنادي الاهلي ايضا داخل وسط الملعب الخاص بنادي البنك الاهلي، وادي كرة بقى خطرة وركلة حرة للنادي الاهلي من مكان متميز للاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله يتسبب ويحصل على ركله حره مباشره للنادي الاهلي من مكان متميز جدا. ادي اللقطه والكره في اللقطه الماضيه امام حضراتكم، اللاعب عبد الوهاب عبد العظيم، ووقع على ارض الملعب لاعب من نادي البنك الاهلي، نتمنى له السلامه طبعا، بينزل له على طول الجهاز الطبي علشان يطمئنوا على سلامه لاعب البنك الاهلي اللي وقع على ارض الملعب، نتمنى السلامه للجميع طبعا. وادي الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء اللي كان امام حضراتكم، طبعا كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع، كابتن علاء عبده المدير الفني، محمد صلاح المدرب العام، ووليد الشناوي مدرب حراس المرمى اللي عامل شغل متميز جدا مع الحراس بقى حازم جمال ومحمد مختار. وركله حره للنادي الاهلي من مكان متميز، ركلة حرة للنادي الأهلي في مباراة اليوم. أمامنا بقى هنا اللاعب طارق فوزي، هنشوف طارق في هذه اللقطة، ويبدو أن في تعليمات كده أتت من خارج الخطوط مشاهدينا، طارق وفارس، فارس وطارق، وهل بقى في جملة متفقين عليها؟ اتلعبت الكرة حلوة ناحية اليمين، وادي الكرة العرضية من يوسف، وعرضية، ولسه الهجمة، لسه الهجمة للأهلي، ومرة تانية زعلوك وتصويبة، إنما توصل في إيدين بقى بلال أحمد حارس المرمى في اللقطة الماضية. يبدو انه كان هناك جملة يعني محفظها لهم بقى الكابتن علاء عبده في تنفيذ الركلات الحرة داخل منطقة الجزاء في اللقطة الماضية، ويعني فرصة ضائعة من لاعبي النادي الاهلي اللي ماسكين الماتش لحد دلوقتي بشكل متميز جدا، وعاملين ضغط على لاعبي نادي البنك الاهلي، يتبقى بس عنصر التوفيق علشان يقدر الاهلي يسجل الهدف الاول في مباراة اليوم. ترجع الكرة في وسط الملعب مرة تانية، ادي الاستلام من فارس بيلعبها ناحية الشمال عند اللاعب لبيب
اللي بيلعب على طول لزميله عبد الله بستانجي، وادي الكره في وسط الملعب مره تانية. محمد عبد الله بيلعبها ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال اللي بيلعب كره بينيه حلوه، وادي الاستلام من محمد عبد الله بيعدي وماشي داخل منطقه خطيره، وعرضيه عرضيه بقى من محمد عبد الله. يعني التركيز بقى في المنطقه دي، التركيز في المنطقه دي اكيد هيوصل الكره بشكل افضل للاعبين المهاجمين، لان بنشوف لاعبي الاهلي بيخترقوا بشكل متميز جدا من على الاجناب. وادي امامنا بقى بدلاء النادي الاهلي اللي متواجدين في مباراه اليوم، محمد مختار، معتز محمد، محمد الوحش، وعوده حميده للاعب يوسف عفيفي، واحد من النجوم واللعيبه اللي بيمتازوا بالتهديف بشكل متميز جدا. العائد من الاصابه بنقول له طبعا الحمد لله على السلامه، يوسف عفيفي واحد من النجوم الكبار. زياد سامي، اسلام عبد الله، اسامه احمد، احمد عزت، وسيف الطيب. تتلعب الكرة مرة تانية وتوصل في الخلف عند اللاعب محمود لبيب، بيلعب الكرة ناحية الشمال عند طارق فوزي اللي بيلعب الكرة الأمامية، طارق عالية ومعدية واصلة في اتجاه عمرو خالد بيبو، خطيرة خطيرة جدا. وادي بلال بقى هنا في اللقطة اللي فاتت يعني لم يحسن تقدير الكرة في اللقطة الماضية دي، وفاول على عمرو خالد، فاول على عمرو خالد بيبو. وادي أمامنا بقى هنا حارس المرمى بلال أحمد، نتمنى له السلامة. ادي الإعادة، أشوف الراجل ما قدرش الكرة بشكل يعني صحيح في اللقطة الماضية، و رجع وجابها وكان يعني مع اللاعب عمرو خالد، وفاول لنادي البنك الاهلي في مباراه اليوم. وحارس المرمى بلال احمد اللي لازال واقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه طبعا، وابتسامه كده من كابتن محمد فرج حكم هذا اللقاء. وادي امامنا بقى نجومنا ونجوم قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كابتن وليد سليمان ايضا بيتواجد اللي بياخد دورات وهيعمل فتره معايشه طبعا في نادي برشلونة ونادي ليفربول. وكلنا عارفين طبعا ان الأندية دي بتمتاز بانها بتقدم لاعبين ناشئين يعني للفريق الاول وللمنتخب في اسبانيا مثلا زي برشلونة. ادي امامنا بقى حارس المرمى بلال احمد اللي واقع على ارض الملعب في اللقطة الماضية، ووجود ايضا لبروكيتش. ادي كرة بتتلعب على طول امامية عالية ومعدية وتوصل اللمسة بلمسة رأسية كده من اللاعب زياد حمدي لنادي البنك الأهلي. تتلعب الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي، طارق بيلعب الكرة الفارس في وسط الملعب، ترجع مرة تانية لطارق بيعدي وماشي وبيلعبها ناحية اليمين. وادي الاستلام بقى أمامنا من بوستانج اللي بيلعب الكرة الأمامية العالية والمحاولة في هذه اللقطة، وترجع الكرة يوسف عبد الحفيظ بيلعبها واحدة والتانية والتالتة كده، نقلات حلوة وتدخل عنيف في اللقطة اللي فاتت دي، ويوسف عبد الحفيظ بياخد فاول. تدخل قوي في اللقطة الماضية مشاهدينا الأعزاء من اللاعب أحمد سيد لاعب نادي البنك الأهلي، أعتقد كان يستحق عليها إنذار. أدي شوف اللقطة، شوف التدخل العنيف هنا في اللقطة اللي أمام حضراتكم مع اللاعب يوسف عبد الحفيظ، والراجل بيعترض مش عارف بيعترض على إيه، إنما فاول وتدخل عنيف في اللقطة الماضية. اللاعب في الملعب من فرط الحماس في بعض الأحيان ما بيشعرش بإنه اشتراك عنيف شوية، ولكن لما يعني يذهب بقى إلى المنزل ويتابع اللقطة في التلفزيون أكيد بعد المباراة هيعرف إن هو كان يعني تدخل عنيف. أدي ركلة حرة في هذه اللقطة للنادي الأهلي، وفارس ومحمد عبد الله اتنين بقى لاعبي النادي الأهلي، وهنشوف بقى السيناريو والمتفقين على إيه، هنشوف الجملة. أدي أمامنا الركلة الحرة للنادي الأهلي، ركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية اليمين مشاهدينا الأعزاء، وحكم اللقاء بيتكلم. بنقترب من أول تلت ساعة من أحداث الشوط الأول من هذا اللقاء. الأهلي مسيطر ووصل، ولكن حتى الآن ينقصه إنه يسجل أهداف. محمد عبد الله وداخل وبيلعبها سيف لمحمد، وادي بقى الاستلام وعلى شماله وبيلعب الكرة العرضية داخل منطقة، ولكن بيطلع دفاع البنك الأهلي، ولسه الهجمة، لسه الهجمة ترجع لمحمد عبد الله مرة تانية ناحية اليمين. محمد عبد الله بيحاول ولكن الكرة تطول وتطلع وتبقى رمي التماس للبنك الاهلي من الجانب الايسر من ملعب المباراه. في بعض الجمل كده بيحاول ينفذها لاعبي النادي الاهلي من الركلات الثابته والركلات الحره، يعني في بعض المديرين الفنيين كده بيعملوا تمرينات منفرده ومكثفه للاعبين على الضربات الثابته، لان بنشوف اكتر من سيناريو. شفنا بقى الهدف اللي كان سجله مثلا منتخب هولندا في مرمى المنتخب الارجنتيني الحقيقه اللي في كاس العالم اللي استمتعنا بيه. ادي الكره تتلعب على طول وتوصل الكره مره تانية ناحيه اليمين، ولكن اتقطعت الكره مره اخرى وتوصل في وسط الملعب للاعب وحيد بيلعبها، وادي الانطلاقه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وحيد بيلعبها لطارق بيعديها، ولكن في لاعب وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه طبعا، يعني لاعب نادي البنك الاهلي.
سيف تامر اللي امام حضراتكم، ادي اللقطه، ادي اللقطه، وادي سيف تامر والتدخل مع اللاعب يوسف جمال في اللقطه الماضيه. يعني توقفات كتيره شويه للمباراه، وده مش في صالح المشاهد. المشاهد طبعا بيحب الكره تكون دايما اطول فتره داخل المستطيل الاخضر علشان نستمتع بكره القدم، ولكن لسه اعتقد هدف هيخلي الماتش ده يبقى يعني الامور تبقى افضل في مباراه اليوم. قام سيف تامر سليم الحمد لله، تلعب الكره اماميه وتوصل للنادي الاهلي. طبعا لاعبي البنك الاهلي رجعوا الكره للاعبي الاهلي. عبد الله بستانجي، لبيب، وادي الهجمه في وسط الملعب للنادي الاهلي مره ثانيه، استلام من احمد وحيد. احمد بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند طارق فوزي، طارق هيسند على وحيد لعبها له. احمد وحيد، استلام من احمد وحيد، غير اتجاهاته ولعب الكره هناك ناحيه الشمال مره ثانيه للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمود لبيبي اللي بيلعب الكره الاماميه محمود. وادي المحاوله في اتجاه اللاعب محمد عبد الله اللي واخد حريه في التحرك داخل ارض الملعب زي ما حضراتكم متابعين معانا. رمي التماس للاهلي تتلعب على طول من طارق فوزي، ترجع لطارق مره ثانيه، طارق بيسند على فارس، وادي كره حلوه لطارق ناحيه الشمال والعرضيه. اظبط يا طارق، كان يقدر طارق يستلم ويلعبها بشكل افضل من كده، انما يعني الوان تو اتلعب بشكل حلو الحقيقه بينه وبين اللاعب فارس في اللقطه الماضيه. وركله ركنيه، ركله ركنيه من ناحيه الشمال لصالح النادي الاهلي، هيلعبها يوسف جمال. مشاهدينا الاعزاء، يوسف جمال هيلعب الركله الركنيه من الجانب الايسر من ملعب المباراه مشاهدينا في كل مكان. ادي يوسف والركله الركنيه، وكميه كبيره من المخالفات والركلات الثابته في مباراه اليوم للنادي الاهلي. ادي يوسف جمال بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه، وخطره جدا، وفارس كان طالع، وترجع الكره منتهى الخطوره في اللقطه الماضيه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للبنك الاهلي، وطبعا واقع على الارض بلال احمد حارس المرمى. ادي اللقطه مره ثانيه، شوف بقى هنا فارس كان يعني في اللقطه اللي فاتت دي طالع، وادي بقى الكره الملعوبه من اللاعب عبد الله بستانجي، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع الكره وتبقى ركله مرمى للبنك الاهلي في مباراه اليوم. والحارس بلال احمد اللي امام حضراتكم اللي قام سليم الحمد لله. ركله مرمى للبنك الاهلي، محاولات لا زالت مستمره من لاعبي الاحمر في مباراه اليوم النادي الاهلي من اجل الوصول الى شباك هذا الحارس اللي امام حضراتكم بلال احمد حارس مرمى البنك الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه في اتجاه اللاعب زعلوك، ترجع في اتجاه يوسف عبد الحفيظ، ولكن على طول مقطوعه وتوصل مره ثانيه لاحمد وحيد اللي بيلعبها في الخلف، وتعود الكره لفارس، فارس لوحيد، وحيد ونقلات جميله من لاعبي الاهلي. وادي بقى الكره الملعوبه يوسف عبد الحفيظ في اللقطه اللي فاتت مع يوسف جمال، وتطلع الكره وتبقى رميه تماس من ناحيه اليمين لصالح النادي الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي الهجمه من عبد الله بستانجي في وسط الملعب لاحمد وحيد. احمد بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه لفارس، بيعدي فارس وماشي وبيلعب كره بينيه حلوه لمحمد عبد الله. محمد عبد الله بيدخل منطقه الجزاء ويتقدم ويتوغل من الجبهه اليسرى، وترجع الكره مره ثانيه، وادي العرضيه، وحكم اللقاء يعني اشار باستكمال اللعب في اللقطه اللي فاتت، ما اداش حاجه للاعب عمرو خالد، والكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لنادي البنك الاهلي. وادي امامنا بقى كابتن علاء عبده اللي كان بيطالب بلمسه يد في اللقطه الماضيه من مكان يعني كان هيكون خطر للنادي الاهلي لانها كانت قريبه من منطقه الجزاء. ترجع الكره مره ثانيه للاعبي البنك الاهلي في مباراه اليوم، وادي الهجمه من احمد زغلول بيلعبها في الوسط كده، ولكن على طول الكره ملعوبه مره ثانيه من اللاعب احمد حازم للبنك الاهلي، وادي كره خطر. ادي بقى الضغط من زعلوك، بيحاول يعني يضغط على لاعبي البنك الاهلي علشان يغلطوا زعلوك، والكره تمر الى خارج الملعب، تخبط فيه كده من اللاعب احمد سيد وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح البنك الاهلي من ناحيه الشمال. كابتن وليد سليمان والكابتن محسن صالح نجوم كبار طبعا مع النادي الاهلي. وادي امامنا الفاول لصالح نادي البنك الاهلي من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء. لا زال التعادل السلبي بدون اهداف في مباراه اليوم، ولازلنا بقى في انتظار استطلاع هلال التهديف في سماء اللقاء. اجواء جميله جدا هنا في ملعب الاهلي بمدينه نصر مشاهدينا الاعزاء، يعني الجو جميل جدا هنا في ملعب المباراه، وجو كوره كده بلغه الكوره. ينتظر بقى ان احنا نشوف يعني الامور تكون افضل على مستوى الاداء داخل ارض الملعب. زعلوك بيلعب الكره مره ثانيه، وادي الهجمه للنادي الاهلي، ادي الكره الملعوبه الاماميه في اتجاه اللاعب عمرو خالد، وادي محمد عبد الله، ولكن بقى التدخل في اللقطه الماضيه من اللاعب احمد زغلول بيطلع الكره الى خارج الملعب. اللاعب اللي امام حضراتكم على الصوره لاعب نادي البنك الاهلي، رمي التماس من ناحيه اليمين ليوسف جمال،
يوسف بيلعب الكرة في اتجاه زعلوك داخل منطقة الجزاء، ولكن بيطلع على طول اللاعب أحمد سيد، ولسه الهجمة ترجع للاعبي نادي البنك الأهلي. ملعوبة أمامية، استلام في وسط الملعب كده ومحاولة من اللاعب أحمد حازم، إنما اتقطعت، رجعوا جابوها لاعبي الأهلي بسرعة. فارس بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال، عمرو خالد لعيب مهاري ولعيب متميز، بيلعب الكرة عمرو لسيف، بيسيبها مرة تانية وترجع الكرة هناك ناحية الشمال، وادي الكرة العرضية داخل منطقة وخطرة جدا، وزعلوك بيحاول ولكن تعود الكرة بقى من اللاعب أحمد زغلول إلى حارس المرمى بلال أحمد. لسه عنصر التوفيق حتى الآن يعني يغيب عن لاعبي النادي الأهلي، وخاصة لاعبي الخط الهجومي في مباراة اليوم، ماسكين كرة بشكل متميز وبيعملوا هجمات بشكل كويس، ولكن حتى الآن لسه رمي التماس من ناحية شمال للبنك الأهلي في مباراة اليوم. وادي أمامنا بقى الكابتن تامر سيد، وادي أمامنا كابتن خالد بيبو، واحد من النجوم الكبار طبعا في تاريخ كرة القدم بالنادي الأهلي. معاك طبعا كابتن شريف عبد الفضيل، أيضا نجم كبير، كل لاعبي الأهلي الحقيقة نجوم، والأهلي دايما بيكون يعني مع أولاده وبيديهم دورات زي مثلا اللي بيعمله مع وليد سليمان وغيره وغيره من النجوم الكبار علشان يستفيد بيهم قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ترجع الكرة هناك ناحية اليمين، وادي الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لصالح النادي الأهلي من ناحية اليمين. رمي التماس للأهلي من ناحية اليمين، يوسف جمال، يوسف بيلعب الكرة العرضية على حدود منطقة الجزاء ولكن بيطلع دفاع البنك الأهلي، ترجع الكرة مرة تانية بلمسة رأسية كده من اللاعب محمود لبيب، وادي الهجمة للنادي الأهلي، كرة في وسط الملعب مرة أخرى، وحيد بيلعبها ناحية الشمال، استلام وادي الانطلاقة أمامنا من بوستانجي، بيلعب هنا ناحية اليمين عند يوسف جمال، يوسف بيلعب الكرة الأمامية، وادي الاستلام بقى أمامنا هنا من اللاعب محمد عبد الله. شوف محمد عبد الله مرة تلاقيه في اليمين ومرة تلاقيه في الشمال، وواضحة التعليمات اللي واخدها هذا اللاعب من الكابتن بقى علاء عبده المدير الفني للنادي الأهلي في مباراة اليوم. ترجع الكرة من عبد الله بوستانجي لحارس المرمى حازم جمال، حازم جمال بيلعبها، خطرة جدا اللقطة اللي فاتت دي، انما التعدي وتوصل للاعبي البنك الاهلي. وادي محمد محمود بيلعب الكره الاماميه العاليه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، ويمكن دي اول محاوله للنادي البنك الاهلي في مباراه اليوم في الدقيقه 27 من عمر واحداث هذا اللقاء. وادي امامنا اللاعب محمد محمود صاحب التصويبه الماضيه للبنك الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه للاهلي، ادي الهجمه للاعبي الاهلي في مباراه اليوم، استلام من اللاعب فارس بيلعبها على طول في الوسط مرة تانية، عبد الله ليوسف، يوسف بيلعب لأحمد وحيد، بيغير الملعب هناك ناحية الشمال، واستلام من طارق فوزي، محمد عبد الله لطارق، طارق بيلعب الكرة الوحيد في وسط الملعب مرة تانية، أحمد وحيد بيلعب الكرة الأمامية والمحاولة وخطرة جدا، خطرة جدا بقى اللقطة اللي فاتت دي، والكرة ملعوبة في اتجاه اللاعب يوسف عبد الحفيظ. ادي اللقطه وادي الهجمه وادي الكره بقى الملعوبه الحلوه في اللقطه الماضيه الحقيقه، ويوسف عبد الحفيظ حاول، والله لو لمس يوسف وغير اتجاه الكره كان مكانها الشبكه في اللقطه الماضيه للنادي الاهلي. اذا تقترب اهي، ترجع الكره مره ثانيه، وادي الهجمه للاهلي، يوسف جمال ناحيه اليمين بيلعب الكره الاماميه، يوسف جمال عند اللاعب زعلوك اللي بيحاول في هذه اللقطه، لكن تدخل بقى في اللقطه الماضيه من اللاعب محمد محمود وتطلع وتبقى رمي التماس للاهلي، تتلعب الكره مره ثانيه، وادي واحده والثانيه كده بشكل متميز من لاعبي الاهلي. يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره على حدود منطقه الجزاء، وادي بقى طارق بيعدي وبيعدل على شماله وبيلعبها حلوه لفارس، وفارس بيلعب لمحمد عبد الله، هجمه خطر للنادي الاهلي، ولكن بقى يعني تواجد على المستوى الدفاعي بعدد كبير من لاعبي نادي البنك الاهلي، حال دون اكمال الهجمه في اللقطه الماضيه بشكل خطير للنادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه والكرة ناحية الشمال، والكرة للاعب محمود بيلعبها في وسط الملعب لفارس، فارس بيلعب مرة تانية لوحيد، وادي الهجمة ليوسف عبد الحفيظ، يوسف يا ولد العيب بيلعب الكرة الأمامية فيها فكرة كده في اتجاه اللاعب يوسف جمال، إنما أطول وتطلع وتبقى رمية تماس لصالح البنك الأهلي من ناحية الشمال. وأمامنا بقى كرم جمال المساعد الثاني في مباراة اليوم، رمية تماس، وادي في لاعب من البنك الاهلي وقع على ارض الملعب، نتمنى له السلامه، اللاعب محمد محمود لاعب البنك الاهلي بيعاني من اصابه امام حضراتكم، بينزل له على طول الجهاز الطبي في يعني البنك الاهلي لمباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء.
ماتش حتى الآن الأهلي ماسك كورة بشكل متميز ولكن ينقصه زي ما قلنا إن هو يسجل. طبعا مشاهدين الأعزاء مباريات اليوم الأسبوع 16 من دوري الجمهورية لمواليد 2005، سموحة يلتقي سيراميكا كليوباترا، وفيوتشر مع زد، المقاولون العرب مع طلائع الجيش، فاركو مع غزل المحلة، إنبي مع الإسماعيلي، بتروجيت مع الاتحاد السكندري، بيراميدز مع المصري، وطبعا مباراة اليوم اللي أمام حضراتكم الأهلي مع البنك الأهلي. قام الحمد لله سليم لاعب البنك الأهلي محمد محمود صاحب التصويبة الوحيدة والهجمة الوحيدة لنادي البنك الأهلي في مباراة اليوم، وهنرجع ونستكمل المباراة برمي التماس للبنك الأهلي من ناحية الشمال. آدم عمرو بيلعب الكرة الأمامية ولكن تمر إلى خارج الملعب مرة تانية وتطلع عن طريق اللاعب يوسف عبد الحفيظ، تبقى رمي التماس من ناحية الشمال لصالح البنك الأهلي في مباراة اليوم. مشاهدينا رمي التماس للبنك الأهلي، المباراة حتى الآن يعني على الرغم من ان الاهلي ماسك كوره بشكل متميز انما الامور هاديه في ارض الملعب، تتلعب الكره اماميه عاليه وترجع الكره مره تانية. الاهلي يهمه جدا طبعا الفوز في مباراه اليوم من اجل الابتعاد في الصداره، 35 نقطه النادي الاهلي في المركز الاول. وادي امامنا بقى الكابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الاهلي، ياتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني ب 27 نقطه. تتلعب الكره اماميه وكره الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس. يوسف عبد الحفيظ في اللقطه اللي فاتت كان بيطالب بفاول انما حكم اللقاء محمد فرج ما اداش حاجه، ورمي التماس لنادي البنك الاهلي هيلعبها احمد سيد هيلعب رمي التماس من ناحيه الشمال لصالح البنك الاهلي. احمد سيد بيلعب الكوره وادي الاستلام على حدود منطقه الجزاء، بيقطعها على طول محمد عبد الله وترجع الكوره مره ثانيه لادم عمرو انما مقطوعه لزعلوك. زعلوك بيلعب الكوره وادي بقى الانطلاقه والفاول، فاول وتدخل عنيف جدا على اللاعب احمد وحيد لاعب النادي الاهلي، وادي انذار، انذار مستحق في اللقطه الماضيه دي للاعب البنك الاهلي. ادي بقى شوف زعلوف استلام ولف ودوران بشكل متميز، وادي الانطلاقه بقى للاعب احمد وحيد وتدخل من لاعب البنك الاهلي في اللقطه الماضيه وعرقله للاعب احمد وحيد لاعب الاهلي، واحمد سيد لاعب البنك الاهلي يحصل على انذار في اللقطه الماضيه. اذا البطاقه الصفراء الاولى في المباراه من نصيب اللاعب احمد سيد لاعب نادي البنك الاهلي. تتلعب الكرة مرة تانية للأهلي، أدي الاستلام من اللاعب عبد الله بوستانجي، بيلعب الكرة الأمامية عبد الله بوستانجي عالية على حدود منطقة الجزاء وخطر وعدت وعمرو خالد، ولكن بقى تدخل في اللقطة الماضية من اللاعب بلال أحمد حارس المرمى. عمرو خالد لاعب النادي الأهلي، أدي الهجمة وأدي الكرة وأدي عمرو خالد والمحاولة في اللقطة الماضية. شوف عدت بقى الاثنين لخموا بعض كده المدافعين لنادي البنك الأهلي، اللاعب محمود أحمد شعبان وأحمد سيد في اللقطة اللي فاتت، ووصلت الكرة لبلال أحمد. ترجع الكرة مرة تانية، ادي الهجمة الاهلي وتمر الى خارج الملعب وتطلع، حمزة رؤوف في اللقطة الماضية بيلمس وتمر الكرة الى خارج الملعب وتبقى رمية تماس للاهلي. يوسف جمال ترجع الكرة مرة تانية للاعب عبد الله بستانجي اللي بيلعبها لحازم، حازم جمال حارس مرمى الاهلي بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي، طارق لمحمود لبيب لطارق مرة تانية، طارق في وسط الملعب لوحيد، وادي الهجمه الحلوه للاهلي والانطلاقه الجميله، وادي فارس بيلعب التمريره الاماميه، فارس ومحاوله في اتجاه اللاعب عمرو خالد. عمرو خالد وزعلوك بيحاولوا بقى لاعبي الوسط النهارده احمد وحيد وفارس ويوسف عبد الحفيظ انهم يلعبوا الكرات الطوليه في اتجاه اللاعب عمرو خالد ومحمد زعلوك النهارده. توصل الكره الى حارس المرمى بلال احمد، بلال بيلعب الكره الاماميه العاليه وعلى طول حكم اللقاء ما اداش حاجه في اللقطه اللي فاتت، وفي لاعب واقع من البنك الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه وادي الهجمه انما على طول مقطوعه للاعبي البنك الاهلي ناحيه الشمال، انطلاقه ومحاوله من البنك الاهلي والكره الاماميه الملعوبه من اللاعب زياد حمدي، ومحاوله انما توصل الى حازم جمال حارس مرمى الاهلي. تتلعب الكره بسرعه مره ثانيه للاعب محمود لبيب في وسط الملعب، وادي الانطلاقه بقى لمحمد عبد الله. الاهلي مطالب ان هو يسرع الريتم شويه علشان يقدر يسجل، ادي كره ملعوبه اماميه عاليه في اتجاه اللاعب زعلوك، ولكن التدخل من اللاعب محمود شعبان في اللقطه اللي فاتت للبنك الاهلي. ترجع الكره بفاول للبنك الاهلي في وسط الملعب كده، فاول للنادي البنك الاهلي. تتلعب الكره بسرعه على طول اماميه ومعديه واصله ناحيه الشمال ولكن بعيده واطول من اللازم، وتطلع وتبقى رميه تماس للاهلي واللاعب يوسف جمال. ادي امامنا حكم اللقاء محمد فرج. تتلعب الكره مره ثانيه، احمد وحيد في وسط الملعب للاهلي، احمد وحيد بيلعب الكره الطوليه، وادي الكره بقى الملعوبه الحلوه، وادي الاستلام والمحاوله في هذه اللقطه من اللاعب عمرو خالد، وتصويبه من عمرو في اللقطه اللي فاتت انما ترجع الكره مره ثانيه. ادي الهجمه الاهلي لسه الكره على حدود منطقه الجزاء، محمد عبد الله بيحاول عليها
وفاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي. وادي اللاعب محمد محمود بيتكلم في اللقطه اللي امام حضراتكم مع حكم اللقاء كابتن محمد فرج، وركله حره من مكان متميز بقى للنادي الاهلي. هنشوف بقى الاستغلال المره دي هيكون ايه. ادي الكوره، ادي الكوره، وادي محمد عبد الله، والفاول والمخالفه للنادي الاهلي وسط، يعني حاله من عدم الرضا كده من لاعبي البنك الاهلي زي ما حضراتكم شايفين على قرار حكم اللقاء محمد فرج حكم مباراه اليوم. وركله حره للنادي الاهلي، ركله حره المره دي يعني قريبه شويه من المواجهه، يعني قريبه من المواجهه للمرمى، يعني متطرفه شويه ناحيه اليمين، انما ممكن تتسدد مره واحده في اتجاه المرمى، ويعني مداولات رباعيه كده من لاعبي النادي الاهلي. وادي بقى يوسف عبد الحفيظ مع زملائه بيقفوا في الحائط علشان يحجبوا الرؤيه بقى عن حارس المرمى ويوسف جمال. هل يوسف جمال واخد وضع التصويب كده ومعاه اللاعب محمد عبد الله؟ يوسف لسه الهجمه تتلعب بسرعه من لاعبي النادي الاهلي، انما اتقطعت وترجع الكره مره ثانيه في الخلف للحارس حازم جمال. حازم بيلعب الكره الاماميه، حازم عاليه ومعديه ولكن عائده مره ثانيه من لاعبي البنك الاهلي. محاوله في هذه اللقطه تتلعب على طول عاليه ومعديه، وادي الهجمه لنادي البنك الاهلي ولكن على طول بيطلع عبد الله بستانجي ناحيه اليمين للبنك الاهلي، ترجع للاهلي. احمد وحيد بيلعب لطارق، طارق بيلعب للبيب لوحيد مره ثانيه، استلام من وحيد ويتقدم لامامه ماشي، وبيلعب الكره الاماميه العاليه والمحاوله في اللقطه الماضيه وتعود الكره مره ثانيه للاهلي. وادي الهجمه عند اللاعب يوسف جمال، يوسف جمال اللي علق زملائه في اللقطه اللي فاتت دي بتاع الفاول، يعني ترجع الكره مره ثانيه وتتلعب على طول وتوصل للنادي الاهلي. وادي الهجمه للاعب محمود لبيب يتقدم لامامه ماشي، وبيلعبها لطارق فوزي، طارق في وسط الملعب. يوسف عبد الحفيظ يا ولد العيب بيعدي وماشي، او ده عمرو خالد بيلعب الكره الاماميه الحلوه والمحاوله في هذه اللقطه انما على طول مقطوعه من لاعبي البنك الاهلي عن طريق اللاعب احمد زغلول اللي بيلعب الكره الاماميه. ضغط من لاعبي الاهلي زي ما حضراتكم متابعين معانا مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي. ووصلنا للدقيقه 37 من عمر واحداث الشوط الاول، ولا زالت المباراه متعادله سلبيا بين الفريقين الاهلي والبنك الاهلي في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، ادي هجمه في وسط الملعب، وادي الاستلام امامنا من اللاعب احمد وحيد، بيعدي وماشي احمد وحيد وبيلعب الكره ناحيه اليمين عند عبد الله بستانجي اللي بيلعبها لمحمود لبيب، لبيب يتقدم وماشي وبيلعب الكره الاماميه الحلوه. وادي الاستلام بقى محمد عبد الله، عدى وماشي محمد عبد الله، وادي بقى الانطلاقه والفاول للنادي الاهلي. تدخلات عنيفه في هذه اللقطه، عبد الوهاب عبد العظيم ايضا بياخد انذار لاعب نادي البنك الاهلي. ادي الكوره، المهاره الفرديه بقى ممكن يكون ليها حل في مباراه اليوم، وممكن تكون احد العناصر الهامه اللي ممكن يستغلها لاعبي النادي الاهلي، عندنا اكتر من لاعب مهاري. وادي فاول، ومحمد عبد الله واقع على ارض الملعب، لعيب من الاعمده الرئيسيه لتشكيل المدير الفني كابتن علاء عبده، بيعتمد عليه بصفه اساسيه الحقيقه هذا اللاعب، ولاعيب مهم ولاعيب متميز، كان سجل هدف الفوز في مباراه القمه لمواليد 2005 على نادي الزمالك، كانت تصويبه صاروخيه الحقيقه. والشيء بالشيء يذكر بقى، زي ما قلنا الاهلي كان حقق الفوز على الزمالك في جميع المراحل السنيه بالعلامه الكامله 6 من 6، يعني مواليد 2001 حققوا الفوز 2-1، مواليد 2003 حققوا الفوز 1-0، مواليد 2005 حققوا الفوز 1-0 بهدف للاعب محمد عبد الله زي ما قلنا، 2007 حققوا الفوز 2-1، واخيرا 2008 بالامس يعني حققوا الفوز 2-0 على نادي الزمالك بملعبه ب 100 عقبه. الاهلي اللي تفوق على الغريم التقليدي نادي الزمالك والمنافس المباشر ليه في كل وجميع المراحل السنيه، يعني شيء جيد جدا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كل المباريات فوز سواء في هذا الملعب ملعب الاهلي بمدينه نصر او ملعب الزمالك. وركله حره في هذه اللقطه للاهلي اللي بيبحث عن الهدف الاول في مباراه اليوم امام البنك الاهلي، ركله حره للاهلي، وهنشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل، هل يقدر الاهلي يسجل قبل نهاية الشوط الأول؟ هنشوف. تتلعب الكرة عرضية داخل منطقة خطيرة إنما توصل إلى بلال أحمد حارس مرمى البنك الأهلي اللي بيلعبها على طول أمامية، وانطلاقة كده للاعبي البنك الأهلي من ناحية الشمال، إنما تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماسي في تامر، ترجع له الكرة مرة تانية لسيف بيحاول يعدي، وأدي الكرة من ناحية اليمين عند اللاعب حمزة وحكم اللقاء بيدي الفاول. وأدي على طول بقى يبدو إن في حد من البنك الأهلي بيعترض كده، الجهاز الفني للبنك الاهلي وحكم اللقاء محمد فرج رايح لهم وبيتكلم معاهم وبيشرح لهم الكوره. ادي اللقطه
وادي يوسف جمال في الكرة الماضية، والفاول لصالح اللاعب حمزة رؤوف لاعب نادي البنك الأهلي، وركلة حرة للبنك الأهلي من ناحية شمال أحمد زغلول على التنفيذ في هذه اللقطة. أحمد زغلول بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، وادي بقى المحاولة ولكن بيطلع دفاع الأهلي وترجع الكرة خطرة جدا، ولكن بقى حارس المرمى أيضا حازم جمال. حازم جمال يتألق وبيطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة ركنية للبنك الأهلي. تاني ظهور بخطورة للبنك الأهلي الحقيقة، وادي الكرة. شوف بقى هنا حارس المرمى حازم جمال، على الرغم من إن دي أول اختبار حقيقي ليه في مباراة اليوم، ولكن الراجل صاحي تماما ومركز، وفي الدقيقة 40 البنك الأهلي يعني بيصلوا بكرة يعني فيها شيء من الخطورة كده على مرمى النادي الأهلي. ركلة ركنية بتتلعب على طول عرضية وخطيرة، ولكن بيطلع دفاع الأهلي ولسه الهجمة. يوسف عبد الحفيظ بيحاول وترجع الكرة إلى حازم جمال. حازم جمال بيحاول يلعب الهجمة بسرعة، حازم جمال، إنما هناك يعني فرق بين السرعة والتسرع. وفاول في اللقطة الماضية لصالح نادي الأهلي، والحارس حازم جمال اللي حاول طبعا ان هو يلعب الكرة بسرعة في اللقطة الماضية، لكن لاعبي البنك الأهلي عطلوه. وادي أمامنا محمد فرج حكم المباراة، وركلة حرة للنادي الأهلي. حازم جمال بيلعب الكرة ليه على طول اللاعب لبيب اللي بيلعبها هناك ناحية الشمال عند اللاعب طارق فوزي. ترجع الكرة في وسط الملعب مرة تانية وانطلاقة للنادي الأهلي، تتلعب الكرة ناحية اليمين هنا. استلام ومحاولة في اللقطة الماضية من اللاعب عبد الله بستانجي اللي بيزيد وبيلعب الكرة الأمامية إنما مقطوعة. يرجع ويجيبها يوسف جمال لزعلوك، ليوسف عبد الحفيظ، ليوسف جمال، ولكن على طول التغطية الدفاعية من عبد الوهاب عبد العظيم لاعب البنك الأهلي. تتلعب الكرة مرة تانية، ترجع من أحمد وحيد، يوسف عبد الحفيظ، أحمد وحيد بيحاول وعلى طول الكرة ياخدها محمد عبد الله يا ولد العيب يا محمد، وبيحيي الهجمة من جديد وبيلعبها حلوة للاعب يوسف جمال اللي عايز يسند على عمرو خالد في اللقطة الماضية، إنما تصطدم بأقدام لاعبي البنك الأهلي وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي. وادي علاء عبده المدير الفني للنادي الأهلي والتعليمات للاعبيه، ورمية التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين، ويبدو إنها هتتلعب طويلة داخل منطقة الجزاء كده زي الركلة الركنية، بتتلعب بالفعل على الأيم القريب ولكن مفيش حد غير مدافع نادي البنك الأهلي، وترجع الكرة مرة تانية بيطلعوها دفاع البنك الأهلي. وادي الهجمة للاعب أحمد حازم إنما اتقطعت ورجعت للبنك الأهلي مرة تانية، والكرة ملعوبة في اتجاه اللاعب سيف تامر إنما على طول تعود إلى حازم جمال حارس المرمى. ترجع الهجمة بسرعة للنادي الأهلي، انطلاقة كده ناحية الشمال مرة تانية، تتلعب على طول أمامية وعالية في اتجاه زعلوك، واللمسة الرأسية من زعلوك ولكن توصل إلى حارس المرمى بلال أحمد. توصل الكرة لبلال أحمد، بلال بيلعب الكرة الأمامية، توصل ناحية الشمال عند سيف تامر، بيلعبوا على اللاعب سيف تامر ده دايما اللي هو بينطلق من ناحية الشمال دايما، وياخد فاول، ياخد فاول. وادي انذار، انذار هنا للاعب أحمد وحيد لاعب النادي الأهلي، وسيف تامر بيتألم، نتمنى له السلامة، نتمنى له السلامة طبعا لاعب نادي البنك الأهلي اللي واقع على أرض الملعب. وبالمناسبة برضو يعني الحقيقة نتمنى السلامة للاعب أكرم توفيق نجم النادي الأهلي اللي بندعي له كلنا بإذن الله إنه تكون الإصابة بإذن الله بسيطة والأمور تكون على يعني ما يرام مع هذا اللاعب الرجولة اللي بيمتاز بالرجولة والروح والحماس، اللاعب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي اللي طبعا شفنا الكابتن أسامة حسني كان تحدث وقال لحضراتكم التويتة اللي كان كتبها طبعا كابتن أكرم توفيق على صفحته، وإنه يعني بينفي الإشاعات اللي ترددت عن انه كان في اشتراك مع اللاعب كهربا في التمرين والامور دي كلها، وقال ان ده ما حصلش، وباذن الله يا رب يكون سليم اللاعب اكرم توفيق والاصابه تكون بسيطه، يعني تكون بسيطه. ترجع الكره مره تانية، ادي هجمه تتلعب على طول للبنك الاهلي ومحاوله في هذه اللقطه. ترجع الكره للاعب احمد وحيد اللي بيلعب الكره الاماميه، استلام ومحاوله في مباراه اليوم. وادي عمرو خالد بيحاول عمرو وانطلاقه من ناحيه الشمال، ولكن الكره تطلع وتبقى رميه تماس للاعبي البنك الاهلي. اكيد هيكون في كلام كتير جدا جدا طبعا من نجومنا في الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني وايضا من المدير الفني كابتن علاء عبده للاعبيه، يعني ما بين شوطي هذا اللقاء علشان يترجم الاهلي السيطره دي لاهداف. الفوز النهارده مهم جدا للنادي الاهلي،
على ملعبه ومع البنك الأهلي، ويسعى الأهلي للوصول بقى للنقطة 38 محافظا على صدارة والابتعاد بصدارة هذه البطولة، طبعا بطولة الجمهورية المواليد 2005. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، استلام وانطلاقة وتتلعب على طول أمامية عالية، ولكن ترجع الكرة للاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي اللي بيحاول، أحمد وحيد لعبد الله، لأحمد وحيد مرة تانية بيحاول يسند على يوسف عبد الحفيظ، أحمد وحيد لما اتقطعت ورجعت الكرة للبنك الأهلي، وأدي سيف تامر بيعدي وماشي، بيعدي وماشي وبيلعبها، انما على طول اتقطعت ورجعت الكره للاهلي. ادي الهجمه السريعه بقى، الهجمه السريعه هنا في اتجاه زعلوك، بيلمس زعلوك حلوه عمرو خالد بقى، والانطلاقه من عمرو في اللقطه الماضيه، ولكن حكم اللقاء يبدو انه في تسلل على اللاعب عمرو خالد اللي امام حضراتكم، عمرو خالد لاعب النادي الاهلي، وتسلل ورايا وصفاره ركله حره غير مباشره. ادي الكره اللي دايما بيلعبوها لاعبي النادي الاهلي الحقيقه، بيلمس زعلوك في اللقطه الماضيه للاعب عمرو خالد اللي كان في الكرة الماضية، ولكن يعني مش عارف هل بقى اللقطة اللي فاتت دي اعتقد ما فيهاش تسلل. محمد فؤاد لازم يركز شوية. ترجع الكرة مرة تانية وترجع للنادي الاهلي، يوسف جمال في وسط الملعب انما مقطوعة لاعبي البنك الاهلي، مرة تانية توصل الكرة ناحية الشمال عند اللاعب احمد سيد بيلعبها، وادم عمرو بيحاول للبنك الاهلي، وادي الكرة ملعوبة الامامية من احمد سيد مرة تانية، ترجع لزعلوك، شوف زعلوك نازل فين بيستلم وبيحاول يعدي انما اتقطعت منه، وادي بقى سيف تامر بيعدي من ناحيه شمال خطيره للبنك الاهلي انما اتقطعت، ورجعت الكوره للاعبي النادي الاهلي، ويوسف بيحاول وياخد منها رمي التماس. لا والله حكم اللقاء، هنشوف حكم اللقاء اداها للبنك الاهلي كابتن محمد فرج. بنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وادي امامنا كابتن تامر سيد المدير الفني لنادي البنك الاهلي في مباراه اليوم، ورمي التماس بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء، وخطره خطره جدا خطره جدا اللقطه اللي فاتت دي للاعب حمزه رؤوف، ولكن رجعت الكوره للنادي الاهلي، وادي الانطلاقه، ادي الانطلاقه بقى من ناحيه شمال، كره ملعوبه حلوه، وادي محمد عبد الله، هل ياتي يعني الهدف؟ هنشوف بقى. محمد عبد الله عدى وماشي، عدى وماشي محمد عبد الله، لسه الكره معاه، اتاخر ولعب الكره حلوه ليوسف جمال ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه من يوسف جمال عاليه داخل منطقه جزاء نادي البنك الاهلي في مباراه اليوم، وادي الضغط بقى من لاعبي النادي الاهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع اللي بنلعب في الدقيقه الثانيه منه مشاهدينا الاعزاء، على يعني الشوط الاول لمباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه الحلوه، وادي بقى الكره الملعوبه لمحمد عبد الله بيلعبها انما اتقطعت ورجعت للبنك الاهلي مره اخرى، انطلاقه اماميه، ادي الانطلاقه الاماميه من اللاعب احمد حازم، استلام من احمد، لف ودوران بيبحث عن المعاونه والمسانده، على طول بيلعبها اللاعب زياد حمدي انما اتقطعت، وصلت في وسط الملعب مره ثانيه للبنك الاهلي عن طريق اللاعب محمد محمود، انطلاقه ومحاوله في مباراه اليوم ترجع لزعلوك، وادي الهجمه الملعوبه الاماميه انما على طول مقطوعه مره ثانيه، ياخدها زعلوك وبيحاول عليها انما اتقطعت، ورجعت للاعب احمد سيد بيلعب الكوره الحلوه في اتجاه اللاعب احمد حازم، عدى احمد حازم وماشي وعادل على يمينه وبيحاول يسدد وتصويبا انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لحازم جمال لاعب نادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي شفنا بقى لاعبي البنك الاهلي بداوا يعني يتجرؤوا، بداوا يمسكوا كوره وبداوا يهاجموا وتصويبه في اللقطه الماضيه بقى من اللاعب احمد حازم، تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه سريعا الى اللاعب احمد وحيد اللي بيلعب في الوسط كده لبوستانجي، اللي بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، ليوسف جمال ناحيه اليمين، يوسف جمال يتقدم وماشي وبيلعب الكره مره ثانيه في الخلف، وادي الاستلام، ولكن في هذه اللقطه محمد فرج حكم المباراه مشاهدينا الاعزاء ينهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي والبنك الاهلي، الجوله 16 من دوري الجمهوريه مواليد 2005. مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي تامر عبد السلام، واستراحه قصيره ونعود الى الكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام. شكرا للكابتن اسامه حسني، واستمتعنا بتحليل كافي ووافي من كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي، وأحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة 16 لدوري الجمهورية مواليد 2005 بين الأهلي والبنك الأهلي. نتيجة أحداث الشوط الأول هي التعادل السلبي بدون أهداف في شوط أول متوسط المستوى من الفريقين مشاهدينا الأعزاء. بالتأكيد كان في كلام كتير جدا من الكابتن علاء عبده المدير الفني للنادي الأهلي من أجل يعني ترجمة السيطرة إلى أهداف. شفنا طبعا في الشوط الأول النادي الأهلي كان بيعتمد على الاختراقات من العمق والكرات الطولية، ولكن يعني ما أتتش بثمارها، وادي بقى هنا
لاعب من لاعبي البنك الأهلي واقع على أرض الملعب، نتمنى له السلامة مع بداية أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ألف سلامة طبعا للاعب حمزة، وزي ما قلنا وشفنا النادي الأهلي اللي جاله أكتر من مخالفة على حدود منطقة الجزاء سواء من الطرف اليمين أو الطرف الشمال أو حتى ركلات ركنية، ولكن لم تستغل بالشكل الأمثل على الرغم من أنه كان هناك بعض المحاولات لعمل جمل جيدة من الركلات الحرة المباشرة. هنشوف بقى الشوط الثاني، وبالتأكيد لاعبي النادي الأهلي اللي معطيات المباراة وتصدرهم لجدول الترتيب ب 35 نقطة، ونادي الاتحاد السكندري اللي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة مشاهدينا في كل مكان وفارق 8 نقاط، ممكن يكون ادى بعض الأريحية و نقدر نقول الثقة الزائدة للاعبي النادي الأهلي في الشوط الأول، ولكن الكرة دايما بتعترف بالمجهود، وده اللي ممكن نشوفه بقى في الشوط الثاني. وأكيد كابتن علاء عبده قال للاعبين إنهم يسرعوا الريتم بقى ويهتموا ويلعبوا بحماس أكبر في الشوط الثاني وحرص شديد على يعني الحصول على نقاط المباراة الثلاث في مباراة اليوم. آدي ركلة حرة في بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة مشاهدينا لصالح النادي الأهلي، وآدي أمامنا بلال أحمد حارس مرمى البنك الاهلي، وركله حره للنادي الاهلي. كانت بتتلعب اكتر من مره كده بعض الجمل، ولكن شفنا بقى ممكن هنا يقدروا ينفذوها في اتجاه المرمى ويغيروا الدنيا. دي ادي كره عرضيه داخل منطقه خطيره ومحاوله، ولكن على طول بيطلع دفاع البنك الاهلي وترجع الكره لمحمد عبد الله بيلعب الكره العرضيه على حدود منطقه الجزاء. وادي امامنا بقى هنا اللاعب محمود لبيب اللي كان مكمل في اللقطه الماضيه بيلعب الكرة للنادي الأهلي، لسه الهجمة على حدود منطقة الجزاء. زعلوك بيحاول زعلوك، ولكن على طول مقطوعة الكرة وتوصل أمامية. أدي انطلاقة للبنك الأهلي من ناحية شمال، هجمة خطر، هجمة خطر، الراجل عمل انفراد من ناحية شمال، منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. هنا بقى اللاعب تامر اللي يعني كان متألق أيضا سيف تامر في الشوط الأول وحاول عليها، ولكن تدخل بقى من دفاعات النادي الأهلي عن طريق اللاعب عبد الله بوستانجي ومحمود لبيب وجابوها منه والكرة إلى خارج الملعب وطلعت وبقت رمية تماس. هجمات خطيرة للبنك الأهلي، أدي أمامنا اللقطة، وده كان والله اللاعب طارق فوزي، طارق فوزي لاعب النادي الأهلي مع اللاعب سيف تامر لاعب البنك الأهلي في اللقطة الماضية وقطع منه الكرة. رمية تماس تتلعب على طول البنك الأهلي اللي بادي بداية هجومية في الشوط الثاني. النادي الأهلي طبعا لما ما سجلش في الشوط الاول لاعبي البنك الاهلي اكتسبوا ثقه وبداوا يبادلوا لاعبي النادي الاهلي الهجمات، وده شفناه مع نهايه احداث الشوط الاول من المباراه والبدايه اللي بادئين بيها ايضا احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. تتلعب الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه بقى للاعب يوسف جمال اللي بيحاول، ويوسف بيلعب الكره الاماميه والمحاوله للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم محمد عبد الله، بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكره العرضيه وغير الملعب من اليمين للشمال، والانطلاقه بقى هنا للاعب محمود لبيب اللي بدا يزيد كده ويلعب في الجبهه اليسرى الهجوميه للنادي الاهلي. طارق فوزي بيلعب الكره في الخلف الى حارس المرمى حازم جمال، حازم بيلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب محمود لبيب اللي بيلعبها، والانطلاقه هنا للاعب محمد عبد الله بيلعبها اماميه، ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. ادي الهجمه ناحيه الشمال عند اللاعب محمود لبيب، محمود بيلعب الكره العرضيه على حدود منطقه الجزاء وتتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في الامام لصالح لاعبي نادي البنك الاهلي عن طريق بقى هنا اللاعب احمد حازم. احمد حازم بيلعب الكره لزياد حمدي اللي بيغير الملعب هناك ناحيه الشمال، ولكن على طول مقطوعه من لاعبي النادي الاهلي، ترجع لفارس اللي بيلعب الكره الاماميه، فارس عاليه عند محمد عبد الله، محمد عبد الله ومعاه زعلوك، انما على طول الكره ملعوبه من اللاعب حمزه اماميه للبنك الاهلي، ترجع للنادي الاهلي مره ثانيه وتتلعب للاعب طارق فوزي. طارق فوزي اللي رجع في مركز قلب الدفاع زي ما حضراتكم شايفين، ومحمود لبيب هو اللي اصبح بيلعب بقى في الجبهه اليسرى من خلال اللي احنا شايفينه في احداث الشوط الثاني من يعني بدايته كده. ترجع الكره مره ثانيه طارق فوزي بيلعب الكره الاماميه، انما على طول مقطوعه مره ثانيه وتوصل للاعبي البنك الاهلي. محاولات طبعا من كابتن علاء عبده لتغيير طريقه اللعب والمحاوله للعب الجديه شويه. دي كره خطره، محمد عبد الله مش ممكن، وركله جزاء، وركله جزاء للنادي الاهلي. ادي البدايه بقى القويه للنادي الاهلي في احداث الشوط الثاني، وركله جزاء، ركله جزاء، وبلال احمد واشتراك بقى مع اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي. ادي الكره ملعوبه الاماميه، وادي محمد عبد الله، محمد عبد الله شوف لمس قبل حارس المرمى اللي تدخل تدخل قوي جدا على اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي داخل منطقه الجزاء، ومحمد فرج حكم المباراه فضل متابع الكره لحد ما يشوف هل هتكون هدف ولا هتطلع بره، وبعدين ادى القرار بركله جزاء للنادي الاهلي. اذا هي فرصه للتقدم في المباراه مشاهدينا الاعزاء.
محمد عبد الله ونزل له على طول رجال العلاج من جانب النادي الاهلي في مباراه اليوم. احمد جبله طبعا طبيب الفريق، وابراهيم رشاد المدلك، وواقع على ارض الملعب طبعا. ادي اللقطه، ادي الهجمه، وادي شوف بقى التدخل القوي جدا، تدخل ما لعبش على الكره تماما حارس المرمى بلال احمد حارس مرمى البنك الاهلي في اللقطه الماضيه مع اللاعب محمد عبد الله، ولسه واقع على ارض الملعب. وادي امامنا بقى هنا محمد هو اللي ماسك الكوره، لاعب النادي الاهلي محمد عبد الله. يا ترى هو اللي هينفذ ولا هنشوف مين؟ ولا زال طبعا بلال يتلقى العلاج، لا زال بلال يتلقى العلاج، وبدايه جيده. لو سجل الاهلي في التوقيت ده اعتقد الامور هتكون افضل، يعني لانك هتتقدم وتقدر انك في بدايه الشوط الثاني يعني تتقدم بهدف. وادي بقى هنا حكم اللقاء بيدي انذار للحارس بلال احمد حارس مرمى نادي البنك الاهلي. بلال احمد بياخد انذار بعد التسبب في ركله جزاء للاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي. ركله جزاء للاهلي، ركله جزاء للاهلي، ركله الجزاء للنادي الاهلي. حاله من الترقب هنا في ملعب الاهلي بمدينه نصر، وهنشوف مين اللي هينفذ. انا شايف فارس هو اللي بيمسك الكوره، فارس في هذه اللقطه بعد ما كان يعني ماسك الكوره كده اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الاهلي. فارس دلوقتي هو اللي هينفذ. التعليمات جت من بره على طول علاء عبده المدير الفني للنادي الاهلي، وركله الجزاء. حاله من الترقب مشاهدينا الاعزاء هنا في ملعب الاهلي بمدينه نصر، وفارس على التنفيذ ركله جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 53. وفارس، وفارس يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، خطير خطير، لعيب هداف كبير، الكل بيحبك انت، مفيش منك كتير يا ولد يا لعيب. يا فارس بيسجل الهدف الاول من ركله جزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان يتقدم الاهلي بالهدف الاول في احداث هذا اللقاء. اذا الدقيقه 53 من عمر واحداث الشوط الثاني، والمباراه مشاهدينا الاعزاء تشهد على تقدم الاهلي بهدف من ركله جزاء سجله اللاعب فارس خالد علشان يتقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء على نادي البنك الاهلي. بدايه جيده لاحداث الشوط الثاني من المباراه، وفارس يسجل الهدف الاول من ركله جزاء. ادي امامنا الاعاده، حطها على يمين حارس المرمى اللي هو بلال احمد اللي توجه ناحيه اليسار، وتقدم الاهلي بكل اقتدار بالهدف الاول في مباراه اليوم. وادي امامنا بقى يعني بلال واقع على ارض الملعب حارس المرمى لنادي البنك الاهلي. هل هيقدر يكمل المباراه ولا الامور هتمشي ازاي؟ النادي الاهلي اللي ممكن ايضا كابتن علاء عبده يستعين بقى ببنك البدلاء ويعني القالئ والناس المتميزه جدا اللي متواجدين على مقاعد بدلاء، محمد مختار، معتز محمد، محمد الوحش، يوسف عفيفي اللاعب الهداف واللاعب المتميز، زياد سامي، اسلام عبد الله، اسامه احمد، احمد عزت، وسيف الطيب. لا زال واقع على ارض الملعب بلال احمد لاعب نادي البنك الاهلي، اللي بالمناسبه برضه ممكن نقول بدلاء بتوعهم يوسف عادل، مازن رمضان، علي هشام، يوسف يسري، علي رمضان علي، وعمر خالد، ومازن محسن. يوسف عادل هو الحارس البديل، ولسه طبعا بلال احمد اللي تلقى انذار بعد ان تسبب في ركله جزاء للنادي الاهلي سجل منها اللاعب فارس هدف الاهلي الوحيد والهدف التقدم اللي سجل في المباراه حتى الان مشاهدينا الاعزاء في كل مكان. ادي امامنا ام سليم الحمد لله بلال احمد حارس المرمى، وترجع الكره للاعبي البنك الاهلي اللي طبعا بالتاكيد بعد يعني ما سجل الاهلي بقى هدف اول في المباراه اكيد لاعبي البنك الاهلي هيبداوا انهم يحاولوا يبحثوا عن هدف التعادل، وده ممكن يفتح مساحات للاعب محمد زعلوك طبعا وعمرو خالد ومحمد عبد الله لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم اللي بيلعبوا في الجانب الهجومي. ترجع الكره مره ثانيه في الخلف، محمود لبيب بيلعب الكره الاماميه محمود، انما على طول مقطوعه للاعبي البنك الاهلي وبيضغط محمود ويجيبها مره تانية. محمود بيحاول كده من ناحيه الشمال وتمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس للبنك الاهلي او حكم اللقاء الدفاوي كابتن محمد فرج حكم مباراه اليوم. طاقم تحكيم بقى من منطقه القاهره، محمد فرج، محمد فؤاد، وكرم جمال ماشيين بشكل كويس حتى الان في المباراه. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل للاعبي البنك الاهلي عن طريق اللاعب احمد حازم، كره كده على حدود منطقه الجزاء الاهلي، ترجع الكره مره ثانيه للاعب فارس صاحب هدف المباراه. وادي بقى على طول حازم جمال بيلعب الكره الاماميه، حازم عاليه ومعديه في اتجاه زعلوك، استلام ومحاوله في اللقطه الماضيه هنا بقى من اللاعب عمرو خالد، انما ترجع الهدف ده طبعا
اكيد يعني علق الروح المعنويه للاعبي النادي الاهلي. وادي كره حلوه قوي لمحمد عبد الله بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء. الاهلي اللي هيبدا يهاجم ويبدا بقى يبحث عن تسجيل اهداف اخرى في مباراه اليوم. ادي الهجمه وادي لبيب وترجع الكره لزعلوك اللي بيحاول. زعلوك لعيب متميز داخل منطقه الجزاء الحقيقه، وكان هداف دوري الجمهوريه 2005 مع وادي دجله، سجل هدف وحيد مع النادي الاهلي في هذا الموسم. ولكن هو لعيب يعني عندما ينفجر تهديفيا هذا اللاعب اكيد هيكون من الاضافات القويه جدا لخط هجوم النادي الاهلي. اللاعب القادم من وادي دجله، ادي تصويبه ومحاوله تخبط على طول الكوره وترجع للاعبي البنك الاهلي اللي زي ما حضراتكم شايفين بداوا يهاجموا. وادي الانطلاقه بقى لمحمد عبد الله، استغلال المساحات والمهارات هنا من محمد عبد الله، انما على طول مقطوعه الكوره مره ثانيه للاعب محمد محمود، ترجع لمحمد عبد الله ناحيه اليمين وياخد منها رمي التماس للنادي الاهلي على اللاعب ادم عمرو لاعب نادي البنك الاهلي في مباراه اليوم. رمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء هيلعبها يوسف جمال. يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه يوسف عاليه، ولكن على طول بيطلع اللاعب محمد محمود لاعب البنك الاهلي، انما الكره ترجع للخلف كده. وادي زعلوك بيضغط، زعلوك بيحاول في اللقطه الماضيه ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. وادي امامنا بقى هنا اللاعب طارق فوزي الى حارس المرمى حازم جمال، منتهى الثقه من حازم بيلعبها مره ثانيه الى طارق فوزي. طارق بيلعب الكره في وسط الملعب واحده والثانيه الالات كده من لاعبي النادي الاهلي. وادي بقى الانطلاقه للاعب محمود لبيب بيلعب الكره ناحيه الشمال عند عمرو خالد. عمرو خالد يتقدم وماشي، عمرو خالد بيعدي عمرو يا ولد العيب، بيفتح وبيحاول انه يسند كده على زميله بقى اللي كان متقدم في اللقطه الماضيه دي اللاعب زعلوك، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تماس لصالح نادي البنك الاهلي من ناحيه اليمين. تتلعب الكره مره ثانيه، ادي البنك الاهلي وادي المحاولات عند اللاعب زياد حمدي، انما مقطوعه في وسط الملعب لاحمد وحيد لاعب النادي الاهلي. وادي على طول هنا امامنا المحاوله من يوسف عبد الحفيظ في اللقطه اللي فاتت قطعت، ترجع الكره مره ثانيه وتوصل للاعب محمود لبيب. محمود بيلعب الكره الاماميه الحلوه، ادي محمد عبد الله، ادي المهاره بقى لمحمد عبد الله، عدى كده وخد الكره لنفسه ناحيه اليمين وانطلاقه حلوه من اللاعب محمد عبد الله اللي بيعدل على شماله، ولسه محمد عبد الله ينتظر المعاونه والمسانده تجيله على طول من اللاعب وحيد احمد وحيد. والكره العرضيه ادي بقى الكرات العرضيه الخطيره للنادي الاهلي في اتجاه اللاعب زعلوك، ولكن توصل الكره الى بلال احمد. يعني لو شفنا كرات بالشكل ده اكتر من مره اكيد اللاعب زعلوك هيشكل خطوره كبيره جدا لان هو بيجيد العاب الهواء. تعود الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه من ناحيه شمال للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمود لبيب في وسط الملعب. ادي الهجمه الحلوه، وحيد بيلعب كره حلوه، زعلوك زعلوك يا ولد، بيعدي وبيلعب الكره في اتجاه عمرو خالد، ولكن مقطوعه الكره وترجع للنادي الاهلي بسرعه. ادي بقى الانطلاقه، لبيب بيعدي وماشي، والمحاوله اللي عمل عرضيه من ناحيه الشمال، ولكن لاعبي البنك الاهلي على طول بيقطعوها وبيلعبوا الكره الاماميه وتمر الكره الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي. ضغط متميز واداء رائع في بدايه الشوط الثاني الحقيقه من لاعبي النادي الاهلي، اصفر عن ركله جزاء تسبب فيها اللاعب محمد عبد الله وسجلها فارس علشان يتقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء. وزي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا لاعبي الاهلي بداوا يعني يشكلوا خطوره كبيره جدا ويبحثوا عن تسجيل بقى الهدف الثاني في مباراه اليوم. ركله حره، ادي امامنا بقى كابتن علاء عبدو، علاء عبدو المدير الفني للنادي الاهلي. اللي كان حقق بقى بطولة يعني المركز الثالث في بطولة عواصم العالم 2019 في طوكيو، وكان معاه بالمناسبة اللاعب زعلوك واللاعب يوسف عفيفي. بطولة عواصم العالم يعني البطولة كانت بتكون من 20 فريق كده على مستوى العالم زي كأس العالم كده، والمنتخب المصري حقق المركز الثالث. كان خسر في السيمي فاينال من الأرجنتين مشاهدينا الأعزاء، وبعدها في مباراة بقى تحديد المركز الثالث والرابع حقق الفوز واستطاع انه يحصل على الميدالية البرونزية. ادي يبدو ان في تبديل للنادي الاهلي، ادي بقى هنا اللاعب فارس وركلة الجزاء الجميلة اللي سددها بشكل متميز جدا وثقة كبيرة لهذا النجم وهذا اللاعب، وواحد صفر للنادي الاهلي في مباراة اليوم. ركلة حرة لصالح نادي البنك الاهلي، احمد زغلول، احمد بيلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء وخطرة، ولكن على طول بيطلع زعلوك اللي راجع يقوم بالدور الدفاعي. وادي كره ملعوبه عند زياد حمدي وحكم اللقاء، هنشوف حكم اللقاء ادى الفاول لزياد حمدي لاعب نادي البنك الاهلي. ادي امامنا اللاعب زياد حمدي، وادي الكوره، شوف زعلوك بقى راجع فين وقايم بالدور الدفاعي على اكمل وجه في اللقطه الماضيه. يا سلام بقى لو تتلعب له كور عرضيه الجانب الاخر هناك في منطقه جزاء البنك الاهلي، اعتقد هيقدر ان هو يسجل لانه لعيب متميز زي ما قلنا في داخل الصندوق ويعني العاب الهواء. ركله حره
وادي حديث هنا بقى بين اللاعب ادم عمرو مع المساعد، وركله حره للبنك الاهلي في مباراه اليوم من مكان خطير الحقيقه. هنشوف بقى هنا اللاعب، لاعب نادي البنك الاهلي ادم، وادي بقى امامنا والركله الحره في مباراه اليوم، وزياد حمدي وركله حره لصالح البنك الاهلي. زياد حمدي لعبها ارضيه، لعبها ارضيه انما توصل الى حارس المرمى حازم جمال. حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي. طبعا اثنين مدربين حراس كانوا متواجدين مع فريق 2005 في دوري هذا الموسم، كابتن محمد فتوح وكابتن وليد الشناوي. ادي كره تتلعب على طول وتوصل في الوسط كده للاعبي النادي الاهلي. ادي الهجمه، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره لوحيد، وحيد بيلعب الكره البينيه الحلوه محمد عبد الله كان ممكن يفتح الملعب ناحيه الشمال عند اللاعب لبيب، انما اتقطعت ورجعت الكره مره تانية. وادي لاعبي النادي البنك الاهلي بيلعبوها اماميه، والمحاوله من ناحيه الشمال هناك عند اللاعب سيف تامر اللي دايما بيشكل خطوره، وبيلعب الكره لاحمد حازم على حدود المنطقه، وتصويبه وتصطدم وتمر الكره الى خارج الملعب، ويبدو انها هتكون ركله ركنيه لصالح البنك الاهلي من ناحيه اليمين. دايما بيعتمدوا على اللاعب سيف تامر اللي هو رقم 23، ده لاعب البنك الاهلي اللي هو بيلعب في الطرف الشمال. وادي الكره لصالح البنك الاهلي، وعلى طول حارس المرمى حازم جمال ومدافعه النادي الاهلي. وادي كره عرضيه توصل على طول الى حازم جمال، طلعت الكرة وبقت ركلة مرمى، عدت كده لفت أثناء لعب الركلة الركنية وطلعت وبقت ركلة مرمى، تتلعب على طول بسرعة، تتلعب الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي إنما اتقطعت وصلت للبنك الأهلي عن طريق اللاعب عبد الوهاب، أمامية عالية ترجع الكرة في اتجاه اللاعب زعلوك إنما اتقطعت مرة تانية للبنك الأهلي. وادي الكرة الملعوبة الأمامية توصل للبيب ناحية الشمال، كرة بينية حلوة ومحاولة وانطلاقة من اللاعب أحمد عزت للنادي الأهلي اللي نزل في الشوط الثاني، وكرة حلوة وعرضية خطرة جدا. وأدي بقى زعلوك، أدي بقى الفرصة، أدي الفرصة الكبيرة للاعب زعلوك اللي بدأ يشتغل بقى لما الكرات بتجيله داخل منطقة الجزاء ويحصل على ركلة ركنية. شوف أحمد عزت لعب الكرة العرضية عن طريق بقى اللاعب طارق فوزي اللي تقدم، وأدي بقى زعلوك في اللقطة اللي فاتت، ولكن تدخل في توقيت مناسب من اللاعب عبد الوهاب عبد العظيم واللاعب أحمد سيد، وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. ادي زعلوك اهو، ادي زعلوك اهو، انما شوف لما الكره بتجيله داخل منطقه الجزاء بيشكل خطوره كبيره جدا هذا اللاعب، لاعب محمد زعلوك القادم من نادي وادي دجله. وادي تبديل، تبديل هل يبدو للبنك الاهلي؟ شايف انا كده اللاعب زياد حمدي، زياد يبدو بالفعل ان زياد هيغادر ارض الملعب، لاعب نادي البنك الاهلي اللي امام حضراتكم اهو، وركله ركنيه وبينزل اللاعب رقم 21 اللي هو علي رمضان، علي رمضان. وايضا تبديلات، بينزل 19 و8 من البنك الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اللاعب مازن محسن وركله ركنيه الاهلي تتلعب على طول عرضيه ومعديه وترجع الكره عمرو خالد على حدود منطقه الجزاء. عمرو خالد ادي الهجمه انما على طول اتقطعت وتتلعب على طول اماميه للبنك الاهلي ناحيه الشمال. وادي الاستلام والانطلاقه من اللاعب سيف انما تمر الى خارج الملعب. رمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين، يوسف جمال، يوسف بيلعب الكره الاماميه، ترجع الكرة مرة تانية للنادي الأهلي. وأدي الكرة اللي تتلعب لقدام توصل لأحمد عزت، أدي أحمد عزت أهو، أحمد عزت يتقدم وماشي وبيلعب الكرة في الخلف عند اللاعب طارق، هجمة لصالح النادي الأهلي، طارق في وسط الملعب لمحمد عبد الله، محمد بيلعب الكرة في اتجاه يوسف عبد الحفيظ، عدى واحد والتاني ورجعت الكرة مرة تانية للنادي الأهلي. أدي على طول الكرة الملعوبة واحدة والتانية بشكل متميز من جانب لاعبي النادي الأهلي أحمد وحيد، بيلعب الكرة عند محمود لبيب اللي بيلعبها إلى حارس المرمى أحمد جمال، أمامية عالية الكرة. وادي الانطلاقة عند اللاعب عمرو خالد، ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح البنك الأهلي من ناحية الشمال. رمي التماس للبنك الأهلي، هيلعبها علي رمضان اللاعب البديل،
اللي نزل فيه الشوط الثاني، تتلعب الكرة أمامية وتوصل الكرة مرة أخرى للاعب أحمد حازم. أحمد بيلعب الكرة الأمامية عند اللاعب يوسف يسري، إنما اتقطعت وترجع مرة تانية للاعبي البنك الأهلي. محمد محمود بيلعب الكرة على حدود منطقة الجزاء، وادي بقى هجمات للبنك الأهلي، إنما يرجع ويجيبها لاعبي الأهلي مرة تانية، وما كانش فيه مخالفة في اللقطة اللي فاتت. تتلعب الكرة، ادي بقى الأهلي مطالب إن هم يلعبوا بسرعة. ادي بقى هنا اللاعب اللي أمام حضراتكم أحمد عز بيحاول، إنما اتقطعت، رجعت الكرة للبنك الأهلي مرة تانية عن طريق اللاعب مازن. أمامية عالية، ترجع الكرة من اللاعب محمود لبيب اللي رجع مرة تانية لمركز قلب الدفاع، وتعود الكرة هناك ناحية الشمال عند اللاعب ادم عمرو، بيحاول ادم وياخد منها رمي التماس. اللاعب اللي امام حضراتكم صاحب القميص رقم 14 لاعب نادي البنك الاهلي ادم، اتلعبت الكره وصلت لاحمد حازم. احمد حازم بيحاول، انما تدخل في توقيت مناسب الحقيقه من اللاعب عبد الله بستانجي، تطلع وتبقى رمي التماس. رمي التماس للنادي نادي البنك الاهلي من ناحيه الشمال، بتتلعب على طول عن طريق اللاعب علي رمضان. ترجع الكره على حدود منطقه الجزاء عند احمد حازم، محاولات من لاعبي البنك الاهلي، وادي كره عرضيه انما سهله في ايدين حازم جمال حارس المرمى. حازم جمال بيلعب الكره عند زعلوك، زعلوك بيعدي وماشي يا ولد العيب، وبيحاول ياخدها لنفسه، وبالفعل عمل ضغط وقدر يجيبها في اللقطه اللي فاتت ولعبها في اتجاه عزت، انما اتقطعت ورجعت الكره لمازن محمد. مازن وتتلعب كره عرضيه للبنك الاهلي في اللقطه اللي فاتت، ولكن التغطيه بقى الدفاعيه من اللاعب عبد الله بستانجي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي عبد الله بستانجي امام حضراتكم، وتعود الكرة مرة أخرى وتبقى رمية التماس للبنك الأهلي من ناحية اليمين. النادي الأهلي مطالب إن هو يغطي بقى الهدف اللي سجله بهدف تاني في مباراة اليوم، علشان الأمور يعني تبقى قاربت على الحسم، على الرغم من إنه لسه بدري، ولكن كلنا عارفين إن نتيجة 1-0 في عالم كرة القدم يعني نتيجة غير مطمئنة، لأن الهدف بيأتي في فنتو ثانية يعني. ترجع الكرة مرة تانية، هذه انطلاقة يوسف عبد الحفيظ، لعيب متميز ولعيب يعني مالي مركزه كده. ترجع الكرة مرة تانية في اتجاه اللاعب مازن محسن، أمامية وتوصل هناك ناحية اليمين، ومحاولة للاعبي البنك الأهلي في مباراة اليوم، مرور بشكل متميز وكرة عرضية خطيرة للبنك الأهلي، وادي كرة بقى والمحاولة في اللقطة اللي فاتت دي، ولكن التدخل في توقيت مناسب من لاعبي النادي الأهلي خرجوها من يعني منطقة الخطورة في اللقطة اللي فاتت دي بقى عبد الله بستانجي ومحمود لبيب ويوسف وطارق. ترجع الكرة مرة تانية، ادي انطلاقة ناحية اليمين لصالح نادي البنك الأهلي، والكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي البنك الاهلي. تتلعب الكره مره ثانيه والمحاوله، مازن بيحاول من ناحيه اليمين الكره ولسه، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح النادي الاهلي والحارس حازم جمال. الحارس حازم جمال، ادي الكره، ادي اللقطه اللي يعني التصويبه والمحاوله في اللقطه الماضيه، واللاعب يوسف جمال اللي كان تالق امام بقى اللاعب احمد حازم، مشاهدينا الاعزاء لاعب نادي البنك الاهلي يوسف جمال طلع كرة كانت في منتهى الخطورة الحقيقة للبنك الأهلي في اللقطة اللي فاتت دي، لو الراجل استلم يعني على مهله كان سدد وكان تسبب في مشكلة. انما ترجع الكرة عمرو بقى خالد، عمرو خالد ناحية اليمين، عمرو خالد عبد الله بستانجي للنادي الأهلي، تتلعب الكرة مرة تانية. طارق فوزي ومحمد عبد الله يبدو انه بيعاني من إصابة كده، نتمنى له السلامة. وادي أمامنا بقى اللاعب الهداف، اللاعب المتألق واللي بنقول له الحمد لله على السلامة، يوسف عفيفي، لعيب من اللعيبة المتميزة لقطاع الناشئين للنادي الأهلي، لعيب يعني بيعرف يسجل أهداف بشكل متميز، وبيرتدي طبعا القميص رقم 10، ويعني يكفي أنه الأسطورة بقى الكابتن محمود الخطيب يعني كان بيرتدي هذا الرقم، و الكابتن محمود الخطيب اللي يعني أسطورة في عالم كرة القدم المصرية، مشاهدين الأعزاء على مستوى على مستوى كلاعب كبير جدا وأسطورة كبيرة في مصر والوطن العربي وإفريقيا، وأيضا على المستوى الإداري مع النادي الأهلي، وافتتاح بقى الفروع، فرع التجمع، التحفة المعمارية الجميلة جدا اللي احنا كلنا شفناها في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي، وإنشاء عدة فروع أخرى، وإن شاء الله الأهلي يعني دايما كبير مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. أدي انطلاقة بقى من ناحية اليمين ومحاولة في هذه اللقطة، عمرو خالد ناحية اليمين، عمرو خالد والكرة العرضية الخطيرة، ولكن بيطلع دفاع البنك الأهلي. تعود الكرة مرة تانية وتوصل ناحية الشمال لصالح لاعبي البنك الأهلي، وأدي الهجمة مقطوعة من محمود لبيب، عالية ومعدية في اتجاه اللاعب زعلوك، انما تعود الكره في الخلف مره اخرى
للبنك الاهلي عن طريق اللاعب علي رمضان. علي ومعديه هناك ناحيه شمال عند سيف تامر، ولكن بيطلع دفاع الاهلي وتطلع وتبقى رميه تماس. عبد الله بستانجي بيخرج، وادي بقى تبديل هنا في اللقطه الماضيه امامنا، اللاعب يوسف عفيفي لاعب النادي الاهلي زي ما قلنا بالقميص رقم 10، واشهر من ارتدى هذا الرقم كابتن خطيب، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن علاء ميهوب، كابتن وليد صلاح الدين، ونجوم كبار طبعا بالرقم 10 للنادي الاهلي، وايضا زياد سامي لاعب النادي الاهلي. يوسف وزياد تبديلات للنادي الاهلي والكابتن علاء عبده المدير الفني. محاولة لتجديد وتنشيط الامور داخل ارض الملعب. ادي امامنا يوسف عفيفي عائد من الاصابة بقى، نتمنى له يعني التوفيق والحمد لله على السلامة يا نجم يا كبير. ادي امامنا بقى ايضا اللاعب زياد سامي لاعب النادي الاهلي بينزل، تتلعب الكرة مرة تانية هناك ناحية الشمال، ومحاولة للبنك الاهلي، وادي كرة خطرة داخل المنطقة لكن بقى طالع في توقيت مناسب حازم جمال حارس المرمى، وايضا فريق البنك الاهلي اجرى تبديل بنزول اللاعب عمرو خالد اللي هو رقم 7. تتلعب الكرة امامية، وادي عزت بيحاول ياخدها لنفسه، عزت داخل منطقة الجزاء، ولكن تاني بقى هنا حارس المرمى مش ممكن، دخلوا بعض كده في اللقطة اللي فاتت بشكل كوميدي شوية، انما حظه حلو بلال احمد الكرة ما وقعتش منه، يعني لو وقعت منه الكرة اللي فاتت دي كان عزت وجد نفسه في مواجهة مع الشباك، انما يعني ده دليل انه الحارس بلال احمد يعني عنده بعض الاخطاء كده يجب بقى استغلالها من لاعبي النادي الاهلي. ترجع الكرة هناك ناحية اليمين مرة تانية ليه الاهلي، وادي بقى هنا امامنا اللاعب زياد سامي بيحاول يعدي زياد، اتقطعت منه ورجعت الكره للبنك الاهلي مره اخرى، كره في وسط الملعب، ادم عمرو بيحاول يعدي ادم وبيلعبها هناك ناحيه شمال، ولكن اتقطعت الكره ورجعت ليوسف عبد الحفيظ بيلعبها في اتجاه يوسف عفيفي. ادي يوسف عفيفي اولى لمساته في المباراه، يوسف بيعدي يوسف وماشي انما اتقطعت منه، وترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه شمال لصالح نادي البنك الاهلي، ترجع ليوسف عفيفي، يوسف الهداف بقى اللاعب المتميز بيلعب ليوسف عبد الحفيظ، ليوسف عفيفي مره ثانيه اللمسه الحلوه، ولكن تمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس لصالح نادي البنك، لصالح نادي الأهلي من ناحية اليمين على البنك الأهلي. هذه كرة ملعوبة في اتجاه اللاعب زعلوك إنما مقطوعة مرة تانية من دفاعات البنك الأهلي اللي بيلعبوا الكرة الطولية، وتعود الكرة في وسط الملعب مرة تانية للاعب زياد سامي بيلعبها في الخلف، وتعود الكرة مرة تانية للنادي الأهلي عن طريق عزت، عزت بيلعب الكرة في وسط الملعب ل طارق، وطارق بيلعب الكرة لوحيد، وحيد بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، وادي بقى الكرة العرضية من يوسف وترجع للنادي الأهلي مرة تانية، كرة على حدود منطقة الجزاء عند اللاعب يوسف عفيفي إنما مقطوعة، وتمر الكرة مرة تانية وتطلع وتبقى رمية تماس لصالح نادي البنك الأهلي من ناحية اليمين. رمية تماس للبنك الأهلي تتلعب على طول أمامية وترجع في وسط الملعب. زعلوك بيحاول في اللقطه اللي فاتت وضغط من اللاعب عزت، ادي عزت، ادي الضغط بقى اللي بيشكله لاعبي الاهلي علشان كده بيغلطوا لاعبي البنك الاهلي. يا ولد يا عزت، يا ولد يا عزت، يا ولد يا عزت، ده فسح الراجل في اللقطه اللي فاتت دي بشكل متميز جدا عزت الحقيقه، لعيب متميز. شوف بقى المرور اللي كان جميل في الكره الماضيه الحقيقه للاعب عزت لاعب النادي الاهلي. ترجع الكره، ادي عزت اهو، ادي عزت بيلعب الكره العرضيه داخل منطقه الجزاء عند يوسف عفيفي انما توصل الى بلال احمد، بلال احمد انما اضاف الحقيقه اللاعب احمد عزت اللي نزل مع احداث الشوط الثاني من المباراه. ترجع الكره مره ثانيه للاعبي البنك الاهلي، اماميه عاليه تعود في وسط الملعب، احمد وحيد، يوسف عبد الحفيظ، وادي الكره والمحاوله للاعبي النادي الاهلي، وفاول للاعب طارق فوزي، هو الحكم ادى على طارق فوزي، والله ضدها على طارق فوزي، واتلعبت بسرعه للبنك الاهلي ناحيه اليمين خطره وكره عرضيه داخل منطقه، ولكن طارق فوزي بيرجع ويجيبها بدون ارتكاب اي مخالفه، وتعود الكره ليوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره هناك ليوسف عفيفي ناحيه اليمين، يوسف بيحاول ياخد الكره اخذها بالفعل او ده عمرو خالد، هنشوف بقى هنا مرور، وتعود الكره في الوسط ما اداش حاجه الحكم. ادي هجمه للنادي الاهلي تتلعب على طول اماميه
وتوصل مرة تانية لأحمد عزت. أحمد بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. أدي الكرة، إنما تغييرة الملعب تخبط ومن حسن حظه تروح للاعبي النادي الأهلي، ولكن حكم اللقاء ادى لمسة يد في اللقطة الماضية. شيء من التركيز بقى هنا لا للاعبين، يعني كرة خبطت كده في يوسف عبد الحفيظ، ترجع الكرة مرة تانية. أدي كرة عرضية ولكن طارق فوزي بيلعبها في وسط الملعب، لسه الهجمة للنادي الأهلي. نقلات كده على الجانب الدفاعي من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. وأدي بداية الهجمة والكرة الطولية التي اتلعبت حلوة، كرة ملعوبة حلوة ناحية اليمين عند أحمد عزت، بيحاول هل بقى يعدي؟ عدى بشكل متميز جدا وماشي مرة تانية، وحكم اللقاء ما ادالوش حاجة في اللقطة الماضية. تتلعب على طول أمامية من لاعبي البنك الأهلي، وأدي هجمة وخطرة جدا، خطرة جدا الكرة اللي فاتت دي، ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة ركنية. وأدي بقى هنا اللاعب عبد الله بستانجي أمام حضراتكم، هو اللي كان مغطي في اللقطة الماضية. تتلعب الكرة عرضية وترجع الكرة مرة تانية للاعبي النادي الأهلي، حاول عليها اللاعب أحمد عزت في اللقطة اللي فاتت، إنما الكرة طلعت وبقت رامي التماس لصالح البنك الأهلي من ناحية اليمين. رامي التماس للبنك الأهلي محمود شعبان. تتلعب على طول الكرة أمامية، وادي زعلوك بيحاول عليها، إنما أحمد زغلول بياخدها وماشي وبيلعب الكرة الأمامية ناحية اليمين. وادي اللمسة الحلوة من لاعبي البنك الأهلي، وكرة خطرة جدا داخل منطقة الجزاء، كرة خطرة داخل منطقة الجزاء، وادي كرة خطرة جدا، كرة خطرة جدا اللي كانت للبنك الأهلي دي، ويعني كانوا بيطالبوا بحاجة في اللقطة اللي فاتت. إنما زعلوك ترجع الكرة مرة تانية، وادي الاستلام بشكل جيد من عزت، عزت لزعلوك، وادي عزت مرة تانية بيسند في وسط الملعب، استلام بشكل جيد من اللاعب زياد سامي. زياد بيلعب الكرة في الوسط، يوسف عبد الحفيظ، انطلاقة للنادي الأهلي، يوسف عفيفي إلى يوسف عبد الحفيظ مرة تانية، وترجع الكرة هناك ناحية اليمين. هجمة للنادي الأهلي، إنما ترجع الكرة في الخلف عند اللاعب عبد الله بستانجي، بيلعب الكرة في الوسط مرة تانية. سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على منطقة وسط الملعب، وبدأوا يفتحوا اللعب على الأجناب كده. أدي الكرة تتلعب مرة تانية في اتجاه اللاعب وحيد إلى حارس المرمى حازم جمال، اللي بيلعب الكرة الأمامية حازم عالية في اتجاه زعلوك، لمسة من زعلوك كده، لمسة من زعلوك، وادي بيحاول عليها يوسف عفيفي، وخطرة جدا. ادي بقى اللاعب الهداف، ادي الهداف يوسف عفيفي، يا ولد يا ولد يا ولد. شوف بقى يوسف عفيفي عنده الحس يا جماعة، لعيب متميز جدا، وتوقع الخطأ في اللقطة الماضية، ده اللي احنا كنا بنطالب بيه وبنقول انه حارس المرمى مع دفاع نادي البنك الاهلي عندهم بعض الاخطاء. وادي يوسف عفيفي بقى ما فقدش الامل في الكرة واحياها، وكان ممكن يسجل، كان اقترب من التسجيل في اللقطة اللي فاتت دي. برافو يا يوسف، لعيب متميز جدا الحقيقة، وقدر ان هو يعني يشكل خطوره كبيره جدا في اللقطه الماضيه اللاعب يوسف عفيفي. ادي امامنا احمد عزت وقع على ارض الملعب، سلامات يا احمد، الف سلامه للاعب احمد عزت. ادي الكوره، شوف بقى هنا، شوف التوقع، شوف التوقع بتاع يوسف عفيفي، شوف التوقع بتاع يوسف عفيفي. وادي بقى هنا حارس المرمى بلال ومع اللاعب بقى محمود شعبان، وشوف يوسف عفيفي بحس الهداف لاعب الكوره بالقدم اليسرى، ولكن بقى دفاع النادي البنك الاهلي اللاعب احمد سيد بيخرجوها يعني من على خط المرمى، من على خط المرمى في اللقطه اللي فاتت. انما يحسب للاعب يوسف عفيفي الحقيقه ان هو كمل في الكوره وتوقع الخطا وقدر ان هو ياخدها واحيا هجمه، وكان ممكن يضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. لازال بيتعالج طبعا اللاعب احمد عزت لاعب النادي الاهلي، وادي يعني في طرد كده لاعضاء، احد اعضاء بقى الجهاز الفني لنادي البنك الاهلي في مباراه اليوم بعد اعتراضه على حكم اللقاء محمد فرج حكم مباراه اليوم، وكارت احمر. لسه نتيجه المباراه 1-0 مشاهدينا الاعزاء. النادي الاهلي اللي كان في اول مبارياته حقق الفوز على الاسماعيلي 3-1، ثم تعادل مع الاتحاد 1-1، وفاز على المصري 3-1، وتعادل مع بيراميدز 0-0، وحقق الفوز 4-3 في على نادي بتروجيت في المباراه اللي كانت نقلت عبر شاشه قناه النادي الاهلي، وكان سجل الهدف يعني اللاعب فارس خالد بعد الدقيقه 90 كده اللي هو الهدف الرابع. النتيجه كانت 3-3، حقق الفوز النادي الاهلي على انبي 2-1 وعلى فاركو 1-0،
وتعادل مع سيراميكا 1-1 وفاز على المقاولون 2-0، وطبعا حقق الفوز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء، والتعادل مع فيوتشر 2-2 وفوز على سموحه 4-1 وفوز على نادي زد 2-0 وعلى دجله 2-0 واخيرا التعادل مع طلائع الجيش 1-1. دي نتائج مباريات فريق الاهلي ومشواره في دوري هذا الموسم، دوري 2005 دوري الجمهوريه. ترجع الكره مره ثانيه، طبعا نقل متميز جدا من الناس هنا في قناة النادي الأهلي، ومجهود كبير بيبذل من أجل يعني الصورة اللي واصلة لحضراتكم المتميزة دي، اللي بيتلقى يعني بتنال استحسان حضراتكم واستحسان السادة المشاهدين، ويعني مجهود كبير بيبذل الحقيقة من الناس هنا في قناة النادي الأهلي، كله من أجل عيون عشاق ومحبي وجماهير النادي الأهلي اللي هي دايما رقم واحد، والجمهور الظهر والسند للنادي الأهلي. ادي هنا في انذار وفاول لصالح نادي البنك الاهلي، 1-0 نتيجه المباراه حتى الان مشاهدينا الاعزاء. وادي اللقطه، وادي هنا بقى اللاعب محمود لبيب بيحصل على انذار لاعب النادي الاهلي، وركله حره علي رمضان للبنك الاهلي، اللاعب اللي نزل بديل مع بداية أحداث الشوط الثاني. تتلعب الكرة عرضية داخل منطقة وحازم جمال، وخطر جدا، وادي زعلوك مرة تانية ولسه الهجمة، وترجع إلى حازم جمال، ترجع إلى حازم جمال. الأهلي زي ما قلنا وطالبنا إنهم يعني مطالبين إنهم بقى يسجلوا هدف تاني يغطوا به الهدف اللي متقدمين به مقابل يعني هدف مقابل لا شيء. ادي بقى اللقطة، وادي التدخل عبد الله بستانجي مع الحارس حازم جمال في اللقطة اللي فاتت، ولكن يعني مرت بسلام وأمان على مرمى النادي الأهلي، وحازم رجع ومسك الكرة مرة تانية. وادي حكم اللقاء مشاهدينا الأعزاء، وقع على أرض الملعب حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة اليوم اللي يعني بنتمنى له السلامة. الأهلي بيتصدر جدول ترتيب هذه المسابقة مشاهدين الأعزاء برصيد 35 نقطة زي ما قلنا لحضراتكم، يأتي بعده الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. وادي بقى مخرج المباراة بيعد لنا ركلة الجزاء اللي تسبب فيها اللاعب محمد عبد الله، وكان هنا في انذار لحارس المرمى، حارس المرمى لنادي البنك الأهلي بلال أحمد. وادي بقى فارس وحط الكرة على يمينه وسجل الهدف، هدف المباراة الوحيد حتى الآن مشاهدينا الأعزاء، اللاعب فارس لاعب النادي الاهلي اللي متقدم بهدف مقابل لا شيء حتى. طبعا قلنا انه نادي الاتحاد في المركز الثاني، بالمناسبه الاتحاد هو الفائز بدوري الجمهوريه مواليد 2005 في الموسم الماضي، اللي هو في المركز الثاني في هذا الموسم برصيد 27 نقطه، علشان كده الفوز للنادي الاهلي النهارده مهم، 35 نقطه يصل لنقطه 38 في حال تحقيق الفوز ان شاء الله. وادي بقى ركله حره للنادي الاهلي، ادي امامنا زعلوك. انا على المستوى الشخصي يعني اتمنى ان اللاعب ده يسجل، لانه هو لعيب امكانياته متميزه الحقيقه، ولعيب يعني من اللعيبه اللي بينتظرها مستقبل جيد زيه زي اللاعب اللي امام حضراتكم دلوقتي يوسف عفيفي، لاعب المتالق اللي اصبح كابتن الفرقه. تتلعب على طول الكره عرضيه، لسه هيترجم، ده كان هيترجم محمد زعلوك اللي الكلام اللي لسه بقوله لحضراتكم، يعني انا بقول بتمنى ان هو يسجل والراجل كان هيسجل. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال، وانطلاقه للاعبي البنك الاهلي والمحاوله في هذه اللقطه، ولكن يوسف عفيفي قايم بالدور الدفاعي على اكمل وجه في اللقطه الماضيه. لما اشوف الفاول لعب يوسف عفيفي بشكل متميز جدا في اتجاه اللاعب بقى محمد زعلوك. ترجع الكره مره ثانيه، هذه انطلاقه من ناحيه الشمال ومحاوله في هذه اللقطه، والكره العرضيه الخطره جدا، الكره العرضيه الخطره جدا، ولكن حازم جمال يعني متالق ايضا الحقيقه، حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم، وكل الكور اللي جت عليه تصرف بشكل جيد جدا. ادي الكوره وادي الاعاده والركله الركنيه لصالح نادي البنك الاهلي من ناحيه اليمين، بنلعب في دقيقه 85 مشاهدينا الاعزاء، الوقت بقى الحرج من المباراه، والاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء على نادي البنك الاهلي. الهدف كان من ركله جزاء سجله اللاعب فارس. ترجع الكره مره ثانيه، وادي الاستلام امامنا من حازم جمال حارس المرمى، مسك الكره بمنتهى السهوله، حارس مرمى متميز الحقيقه، وزي ما قلنا نتوجه للشكر بقى والاشاده بالكابتن وليد الشناوي مدرب حراس المرمى. هذه كره خطره جدا، وعزت في اللقطه اللي فاتت دي كان ممكن مع حارس المرمى بلال احمد. ترجع الكره مره ثانيه،
شوف بقى الفارق هنا بين جمال وبين بلال، وترجع الكره مره تانية، ادي الهجمه وحيد عدى وماشي ولعب الكره على حدود منطقه الجزاء، والمحاوله مره تانية للاعبي البنك الاهلي، انما ترجع الكره للنادي الاهلي، وادي الهجمه ومحاوله في امام حضراتكم هنا من لبيب، ولكن في اصابه للاعب من البنك الاهلي، تتلعب الكره مره تانية وتوصل هناك ناحيه شمال عند عزت، احمد عزت بيحاول، احمد عدى بشكل متميز ولعب الكره العرضيه، عرضيه انما عاليه جدا، دي عاليه جدا وبعيده، وتوصل هناك ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال. يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه والمحاوله للنادي الاهلي، وادي كره بقى داخل المنطقه عند يوسف عفيفي، عدى بشكل متميز جدا، عدى ولعب الكره وترجع الهجمه للنادي الاهلي، وادي الكره العرضيه، وادي الكره العرضيه بقى واللمسه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى، زعلوك، وتطلع الكره وتبقى ركله مرمى لصالح نادي البنك الاهلي. شوف بقى لما الكرات العرضيه اشتغلت، شوف بقى يعني الكرات العرضيه، وادي بقى هنا امامنا زعلوك بدا يشتغل اهو، بدا يشتغل لما اتلعبت الكرات العرضيه في اتجاه اللاعب ده، شفنا الكره بتاعت يوسف عفيفي واللعبه اللي لعبها وحارس المرمى بقى بلال احمد اللي خرجها بمنتهى الخطوره، وطبعا الكره اللي فاتت دي اللي اللاعب زعلوك، يعني لو كرات عرضيه كتير اكيد هيسجل، ادي زعلوك اهو بيعدي وماشي، تتلعب الكره هناك ناحيه اليمين، وادي الانطلاقه للنادي الاهلي، يوسف عفيفي اللي اضاف الحقيقه بعد ما نزل مع الفرقه في الشوط الثاني وشارك، عائد من الاصابه، لعيب هداف ولعيب متميز، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين عند اللاعب يوسف جمال، يوسف جمال هيلعب رمي التماس، بيلعبها دايما طويله كده داخل منطقه الجزاء عند زعلوك اللي كان بيحاول ان هو يلمسها كده لواحد بقى من زملائه، ولكن رجعت الكره مره تانية الى محمود لبيب، لبيب بيلعب الكره الاماميه العاليه على حدود المنطقه، استلام ومحاوله مره تانية للنادي الاهلي، زياد سامي انما اتقطعت ورجعت للبنك الاهلي، والكره الاماميه انما ترجع من بوستنجي في وسط الملعب، يوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكره الطوليه، يوسف عاليه ومعديه وخطيره في اتجاه عزت، عزت حط جسمه بشكل متميز جدا، ادي عزت بيحاول يعدي، جات له المسانده على طول من اللاعب زياد سامي، زياد بيلعب الكره العرضيه داخل المنطقه عاليه ومعديه وترجع لزعلوك اللي بيحاول عليها، وادي بقى كره ملعوبه في اتجاه يوسف عبد الحفيظ ترجع ليوسف عفيفي وبيعدل على شماله وتصويبه، وادي بقى بلال تسقط منه الكره ولكن ما وجدتش بقى المتابعه من لاعبي النادي الاهلي، زعلوك كان متاخر شويه ورجعت الكره لدفاع نادي البنك الاهلي، ضغط من الاهلي، محاوله من النادي الاهلي لتسجيل الهدف الثاني في المباراه، وادي الهجمه من ناحيه الشمال عند اللاعب عزت بيلعب كره بينيه حلوه، ادي زعلوك استلام وخطره، مش ممكن حظك وحش يا ابني، كره حلوه في اللقطه اللي فاتت دي انما تصطدم بالعارضه وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي وتمر الكره الى خارج الملعب ورمي التماس، يعني حماس كبير من لاعبي الاهلي، شوف الهجمه، شوف اللقطه، شوف الاستلام من زعلوك، شوف الاستلام من زعلوك، وادي التصويبه بالقدم اليسرى، ولكن مالكش حظ، مالكش حظ، انما لعيب مجتهد جدا ولعيب متميز الحقيقه زعلوك، ومتحرك داخل منطقه الجزاء وبدا يشتغل لما جات له بقى الكرات العرضيه من اللاعبين وبعض الكرات الطوليه زي ما حضراتكم شايفين في اللقطات اللي امام حضراتكم، لعيب متالق جدا زعلوك الحقيقه بيتحرك كويس جدا، ولكن يعني وجهه سوء توفيق في اللقطه اللي فاتت، ترجع الكره مره ثانيه وتوصل ناحيه الشمال، ادي الهجمه عند اللاعب طارق فوزي، طارق فوزي بيلعبها انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس لنادي البنك الاهلي. وصلنا للدقيقه 89 والاخيره. خلاص يعني بنلعب دلوقتي في الدقيقه 90 من عمر واحداث المباراه مشاهدينا الاعزاء، والنادي الاهلي اللاعب معتز محمد وسيف الطيب. معتز وسيف بيستعدوا للنزول. وهيخرج زعلوك اللي عمل ماتش حلو الحقيقه، عمل ماتش حلو زعلوك بيخرج اهو، يعني الحقيقه القائم الايمن في اللقطه الماضيه حرمه من هدف، كان هيبقى هدف مميز جدا لان الراجل استلمها بشكل جيد وسدد بالقدم اليسرى، يعني نفذها زي الكتاب ما بيقول، ما جاش معايا مع زعلوك، ما تمش تبديل معتز. ترجع الكره مره ثانيه، كره للنادي الاهلي، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره الاماميه، وادي المحاوله هنا بقى من اللاعب سيف الطيب، سيف اتقطعت وصلت الكره للاعبي البنك الاهلي، ترجع الكره لزياد سامي، عدى زياد وماشي وحكم اللقاء ادى الفاول لصالح اللاعب محمد محمود لاعب البنك الاهلي اللي امام حضراتكم، محمد محمود 1-0 للاهلي في مباراه اليوم، وادي اللقطه والاشتراك والفاول لصالح بقى اللاعب محمد محمود لاعب البنك الاهلي في مباراه اليوم. الاهلي اللي بيقترب من تحقيق فوز جديد في دوري هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء، في الصداره 35 نقطه
وادي فاول للنادي الاهلي، ومجهود كبير بوزل بقى من اللاعب محمود لبيب اللي يعني بيصاب بشد كده وكرامب في اللقطه اللي امام حضراتكم. عمل مجهود كبير جدا ولعب في اكتر من مركز النهارده اللاعب محمود لبيب لاعب النادي الاهلي. وادي بقى حازم جمال حارس المرمى وحكم اللقاء محمد فرج عبد الله بستانجي. وادي امامنا لاعبي النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي اللي متواجدين على مقاعد البدلاء، محمد مختار ومعتز محمد، محمد الوحش، يوسف عفيفي نزل، زياد سامي نزل، اسلام عبد الله، اسامه احمد، واحمد عزت، وسيف الطيب اللي نزل ايضا. ترجع الكره مره ثانيه، ادي هجمه للاهلي خطره جدا، عزت احمد عزت بيعدي وما اداش حاجه، ما اداش حاجه، وسط مطالبه بفاول من مكان هيكون يعني كان هيبقى مكان متميز جدا لو الحكم بقى هنا محمد فرج ادى الفاول للاهلي في اللقطه اللي فاتت. انما ترجع الكره مره ثانيه، عبد الله بستانجي اماميه عاليه في وسط الملعب ومحاوله في هذه اللقطه من اللاعب زياد سامي، انما على طول مقطوعه الكوره لصالح نادي البنك الاهلي. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني والمباراه. زياد في وسط الملعب لاحمد عزت، احمد بيلعب الكوره ليوسف عفيفي، شوف يوسف بيلعب الكوره الاماميه في اتجاه اللاعب زياد سامي، انما على طول مقطوعه وترجع الكره مره ثانيه لصالح لاعبي البنك الاهلي. ادي الهجمه للبنك الاهلي، بدايه الهجمه تتنقل الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمود بيحاول يعدي، انما الضغط بقى ويرجع ويجيبوها لاعبي النادي الاهلي مره ثانيه عن طريق اللاعب يوسف عبد الحفيظ اللي بياخد فاول. فاول للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، فاول للنادي الاهلي من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء. ده كان اللاعب سيف الطيب هو اللي خد فاول. ادي ركله حره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين في مباراه اليوم، بتتلعب على طول اماميه عاليه خطيره داخل منطقه عدت منتهى الخطوره، ومره ثانيه تصويبه بعيده جدا هنا اللاعب سيف الطيب، كوره الى خارج الملعب استلمها بشكل جيد انما تصرف يعني بشيء من التسرع كده في اللقطه اللي شوف الاستلام عليت منه الكوره وحاول ياخدها بالقدم اليسرى، انما الكوره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. معلش طلعت الكوره وبقت ركله مرمى لصالح نادي البنك الاهلي، تتلعب على طول بسرعه وتوصل الكره في وسط الملعب ليوسف عفيفي، انما فاول لصالح البنك الاهلي في مباراه اليوم. فاول لصالح البنك الاهلي، بتتلعب الكره هناك ناحيه شمال محاوله واماميه الكره. وادي بقى التغطيه من عبد الله بستانجي ويطلع حازم جمال ويمسك كورته. حازم جمال بنلعب في الدقيقه الرابعه من عمره واحداث الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء على البنك الاهلي هنا في ملعب الاهلي بمدينه نصر. وادي كره ملعوبه من سيف في اتجاه اللاعب احمد عزت، وفاول، فاول واضحه جدا، ده فاول يعني الراجل ارتكب مخالفه هنا بقى علي رمضان وياخد انذار. علي رمضان لاعب اللي نزل في احداث الشوط الثاني بياخد انذار في اللقطه اللي فاتت من حكم اللقاء محمد فرج بعد ما شد كده اللاعب يوسف عبد الحفيظ وارتكب المخالفه، وركلة حرة لصالح النادي الأهلي من ناحية اليمين يوسف عفيفي. يوسف اللي كان لعب كرة حلوة للاعب زعلوك قبل ما يخرج يعني من ركلة حرة، بيمتاز بالتنفيذ تنفيذ الركلات الحرة بشكل متميز اللاعب اللي أمام حضراتكم يوسف عفيفي. أدي يوسف وركلة حرة للنادي الأهلي من ناحية اليمين بيلعبها عرضية داخل منطقة وخطرة، ومرة تانية الكورة منتهى الخطورة، شوف يوسف بيلعبها إزاي، وحارس المرمى بقى بلال أحمد في اللقطة الماضية، وترجع ليوسف مرة تانية اللي بيحاول يسدد ولكن تعود الكورة وترجع ليوسف. وادي الهجمة للنادي الأهلي، يوسف بيعدل على شماله، بيعدل على شماله، بيعدل على شماله، يوسف عبد الحفيظ، يوسف عفيفي عدى وماشي ولعبة حلوة قوي. وادي الكرة العرضية مرة تانية للنادي الأهلي، وادي المحاولة طارق فوزي بيلعب كرة بينية حلوة، وادي بقى زياد عرضية داخل منطقة الجزاء ومحاولة للنادي الأهلي لإضافة الهدف الثاني. وادي الهجمة للنادي الأهلي مرة تانية، ملعوبة الكرة ومحاولة من اللاعب يوسف جمال انما اتقطعت ورجعت للبنك الاهلي. البنك الاهلي والهجمات بقى الخطيرة المرتدة والانطلاقة من ناحية شمال، وعبد الله بستانجي بيتدخل وترجع الكرة مرة ثانية، وادي التغطية بقى والمساندة الدفاعية من اللاعب يوسف عبد الحفيظ، يرجعوا يجيبوها، عبد الله بستانجي بيلعبها ترجع له مرة ثانية. وادي الكرة الملعوبة في الوسط للاعب زياد سامي بيلعبها طارق فوزي، استلام من طارق. وادي كرة في وسط الملعب للنادي الاهلي، حاولوا طبعا بقى يهدوا اللعب ولكن يعني يلعبوا لقدام، نلعب في الدقيقه السادسه من عمر واحداث يعني الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من مباراه اليوم. الاهلي متقدم بهدف على البنك الاهلي
ادي كره بتتلعب على طول اماميه من البنك الاهلي عاليه. طبعا لاعبي الاهلي مطالبين دلوقتي ان هم يحافظوا على التقدم وعلى الفوز، خلاص بنلعب في اللحظات الاخيره يعني. ادي انطلاقه من ناحيه اليمين وكره خطره جدا للبنك الاهلي، كره خطره للبنك الاهلي داخل منطقه الجزاء، عدى الراجل وماشي، عدى وماشي ولعبها انما الى خارج الملعب وطلعت. طلعت بقى مازن محسن في اللقطه الماضيه وفرصه كبيره جدا. مازن محسن عدى كده داخل منطقه الجزاء وسدد، وادي امامنا اللاعب يوسف جمال، وكره الى خارج الملعب وركله مرمى، فرصه كانت كبيره الحقيقه للاعب مازن محسن. وادي حكم اللقاء محمد فرج، الانظار كلها يعني متوجهه نحوه كده. بنلعب في الدقيقه السابعه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتتلعب الكره اماميه للبنك الاهلي عاليه الكره. اللحظات اللي زي دي لاعبي الاهلي مطالبين ان هم بقى يمسكوا الكره يعني. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه، يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه العاليه وكره كده في وسط الملعب. وفي هذه اللحظات محمد فرج مشاهدي الاعزاء حكم المباراه يطلق صافره نهايه الشوط الثاني واللقاء، وفوز جديد للنادي الاهلي مشاهدينا في كل مكان. مليون مبروك للنادي الاهلي والكابتن علاء عبده وللجهاز الفني والاداري لفريق 2005 والاهلي، تاريخ الاهلي، مبادئ الاهلي، تطوير. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، كنت معكم تامر عبد السلام. بعد الفاصل عوده من جديد للكابتن اسامه حسني وملوك التحليل كابتن محمد حشيش ودكتور احمد سابق.